السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم مع برنامج الحكم من خلال تغطيتنا لبطولة دوري QMB والدوريات العربية في الموسم 2018-2019. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع أسرة برنامج الحكم، الكابتن ناصر العنزي والكابتن عبد الله القحطاني والكابتن محمد الموسوي. ببدر مساك الله بالخير، أهلا وسهلا فيك، وتحياتنا لإخواننا في الكويت. الله يمسيك بالخير ببلال، مسي عليك بالخير وعلى غالب أحمد والغالب فهد. والكويت الحمد لله أجواء شتوية باردة جدا، الكويت دائما مبتسمة الحمد لله بأميرها صباح العز الغالي حفظه الله ورعاه. آمين. وأيضا في هذه الأيام المباركة من الأمور إن شاء الله تنتهي على خير، وإن شاء الله تعالى يكون خريجنا العامر هو المعطى بإذن الله تعالى. الواحد يقول شوف أفضل دعاء، اللهم هد النفوس يا رب. زين نعم. يا رب نعم. في كل حاجة اللهم هد النفوس يا رب يا رب. مساك الله بالخير وفهد. الله يمسك بالنور يا أبو بلال، أنت والمشاهدين وأبو بدر وأبو أحمد، عمره مقبول ان شاء الله. شكرا. جزاك الله ابو احمد. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هاي رقم واحد لك وحشه، رقم اثنين مكانك مبين، رقم ثلاثه تحياتنا لاخونا حازم حسين ابو محمد مساك الله بالخير، ورقم خمسه تقبل الله ان شاء الله منك صالح الاعمال، تقبل الله العمره، يعطيك العافيه. وكيفك كيف اخواننا في سلطنه عمان والأجواء التحكيمية في سلطنة عمان؟ أول شيء تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال يا أبو بلال، أمس عليك وعلى أخي الحبيب. أمره مقبول إن شاء الله، منا ومنك يقبل الله صالح الأعمال إن شاء الله يا رب. إن شاء الله عقبالك يا أبو بلال. شوف إن شاء الله عقبالنا كلنا بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله. طبعا أمس على أخي أبو العزيز أبو فهد وأخي العزيز أبو بدر وعلى جميع المشاهدين. وطبعا الحمد لله الأمور عندنا التحكيم مستقرة والأمور ماشية صح، وهالأيام طبعا توقف عندنا الدوري حتى بعد كأس آسيا إن شاء الله. كأس آها تتوقف نعم. من متى بالضبط؟ من الجولة هذه المفروض تلعب أول جولة في المرحلة الثانية، بس وقفوا الأندية طالبت بتوقيفها تمهيدا للتسجيل والأمور الأخرى. لازم كابتن أعطوهم مهلة ولا بعدين تعطي مسافة أكبر، مساحة مسافة أكبر، مساحة للاعيبة نعم. اللي يشاركون في الدوري في الدوري نعم. اللي بيشاركون في المنتخب نعم صحيح بالضبط. للإعداد وكذا، فالاتحاد جاوب مع الأندية والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بعد كأس أمم آسيا راح يستأنف عندنا المؤتستان. أي جولة وقفوا؟ والله هو الجولة اللي هو المرحلة الأولى. المرحلة الأولى. المرحلة الأولى خلصت نعم نعم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. أستاذ شريف مخرجنا العزيز، ممكن نأخذ تويتر للمشاركة اليوم، بنأخذ أكثر مشاركة إذا ناحية تويتر، وإن شاء الله إحنا في كأس آسيا راح نطلع معاكم بإذن الله كل يوم. الوقت لحد الآن، لكن إن شاء الله الوقت راح يكون مناسب جدا جدا جدا، ما راح يكون نفس الوقت، ولكن في وقت بيكون مناسب أفضل لوقت البرنامج من خلال تغطيتنا لكأس آسيا بمشاركة منتخبنا الوطني إن شاء الله بإقبال التوفيق. وأيضا الدوري القطري توقف خلال هذه الجولة اللي هي جولة 15 كانت آخر جولة، والفار هاي الأخبار كثيرة، تقنية الفيديو راح تكون في بداية الجولة 16، هذا كلام ما في غيره كلام، يعني هاي كلام من مصدر مسؤول من اللجنة. ونتمنى إن شاء الله للجميع التعاون، وخاصة التمنية لمنتخبنا الوطني في مباريات في كأس آسيا بإذن الله. اليوم عندنا دوري QMB طبعا، الغرافة والأهلي، الخريطيات الريان، دحيل قطر، الشحانية السد، الخور السيلية وأم صلال، والعربي عندنا ديربي العراقي الزوراء والنفط بقيادة علي صباح الحكم، وأيضا الزوراء والطلبة بقيادة مهند غاسم، على اعتبار أن الزوراء لعب قبل 5 أيام ثم لعب قبل يومين. وفي ديربي الكويتي العربي والسالمية بقيادة الحكم عمار شناني. عمار كويتي؟ اي نعم، طاقم كان كويتي. من الحكام دولي؟ نعم دولي، والحكام الواعدين في النخبة
اللي ينطلب السيمينار القادم إن شاء الله تعالى سيصبح له الشأن. أنا دائما أقول إن أتمنى إن شاء الله التحكيم الكويتي يعود كما شفناه وإحنا صغار، نتمنى نشوفه يعود قوي ونحن متابعينه إن شاء الله، وإحنا بإذن الله سند برنامج الحكم، أهداف البرنامج سند للتحكيم القطري ثم العربي ثم الآسيوي، ونتمنى إن شاء الله من التحكيم الكويتي إنه يرجع مرة ثانية، ولا لا أبو فهد؟ طبعا أكيد، يعني نجاح دول الخليج كلها لما يكون التحكيم عندها قوي هذا يعطي قوة للرياضة على مستوى الخليج كله. يعني احنا قطر كنا نعاني في فترة من زمان، كنا نعاني ان الكويت افضل منه والسعودية افضل منه والامارات افضل منه تحكيميا، مرينا الفترة هذه 10 سنوات. نعم 10 سنوات، وكنا نعاني وكنا نطالب، فجاءوا الجماعة واشتغلوا على حكام قطر، وصلنا الى مرتبة، وهذا فضل من الله وفضل تعب المسؤولين، الا ان قطر صار التحكيم في القطر حاليا على مستوى الخليج رقم واحد حاليا، ويجي الامارات رقم 2 كمستوى حكام. فنتمنى ان شاء الله نشوف الكويت ونشوف عمان ونشوف البحرين زين، من عندهم مجموعة حكام 7-8 يكونوا في النخبة ويكون على مستوى راقي. مبدر في أشياء مشاعة بالنور بالنسبة للتحكيم الكويتي، أكيد في هناك شغل. صحيح أبو بلال، في عمل موجود الآن فترة الأخيرة يعني. حلو. عشان تسكت الآخرين اعمل. حلو. صح. دخل أحمد العلي رسميا في النخبة. حلو. حكم الدولي أحمد العلي. حلو. رسميا دخل. حلو. جاء بعد الآن عمار أشكناني. الحين كم حكم نخبة؟ علي محمود آخر سنة. حلو. أحمد العلي أول سنة في النخبة رسمي. تمام. كان رابع رسمي الآن. عمار أشكناني ينتظر بس التعيينات من الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الكويتي يبعث الاتحاد الآسيوي. أوكي. أشعرونا في عدد المباريات عشان نشوفه، المقيمين يختارونه كفاءة داخل الملعب إن شاء الله. المساعدين في 4 أو 3 مترشحين جدد. حلو. نتمنى إن شاء الله تعالى أطقم عمار يطلع في طقم، عبد الله كندري يطلع في طقم ان شاء الله. ان شاء الله عبد الله جمالي، احمد العلي، اطقم هذه تكون سند للمرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله بالنسبه للتحكيم الكويتي، صراحه الكلمه من القلب والله، نتمنى التحكيم الكويتي يعود كما تابعناه واحنا صغار. عموما خذنا تويتر قبل ان نبتدي في الحلقه، طبعا من 5 أيام، يقول سليم مازن: تحياتي أبو بلال، أعتقد من حق الحكم الإضافي التدخل في قرار ضربة الجزاء، والدليل الحكم الإضافي في لعبة بي اس جي اللي هو باريس سان جيرمان أعتقد، صح؟ نعم. وليفربول الأخيرة في دوري الأبطال، الحكم الإضافي احتسب ركلة جزاء على ديماريا، ولكن أعتقد ضربة الجزاء موجودة. إيش للشرطة؟ كيف؟ ما فهمت. من حق الحكم الإضافي أبو بدر يدخل. أبو بلال، مباراة سيمان مارسيلياك ما شاف الركلة. بغض النظر أنا أتكلم حكم الساحة من حقه. أنا ما أتكلم عن مباراة، هو جايب مثل في مباراة من حقه، ولكن إحنا نتكلم شيء بشكل عام. الإضافة الأول، المساعد الأول، المساعد الثاني، إضافة الأول، إضافة الثاني، حتى الحكم الرابع. بالضبط. أبو فهد، يعني هو سؤاله واضح إنه يتكلم عن إضافين حكامنا في الدوري، إن هل أصلا أغلب الركلات الجزاء تحسب في قطر في دوري قطري الإضافي هو السبب، يعني إضافي يعطي الحكم. ليش؟ لأن حاليا وصل مستوى عندنا في قطر في الدوري حكم إضافي نفس مستوى حكم الساحة، دولي أو درجة أولى. فتلاحظ يا أبو بلال في الدوري إحنا 15 جولة في ركلات جزاء حسبت بتعليمات من الإضافي. بالضبط. صحيح. موجودة عندنا الحمد لله. أبو أحمد، طبعا العمل الجماعي هذا يعتبر فالإضافي مكمل للعمل للحكم، وبالتالي قراره يؤخذ به في ركلة الجزاء. هل استخدم الحكم الإضافي في سلطنة عمان؟ لا حتى الآن لا. لحد الآن تقنية لا. الفيديو؟ لا. استخدم في الإمكانية ممكن استخدام الإضافيين ولا لا؟ والله بكل أمانة في إمكانية الإضافيين فيه. طيب ليش ما بادروا؟ والله ما أدري، كلقنا لغاية الآن ليش ما استخدمت ما أدري، هذا ما استطيع. فلوس أبو بلال، فلوس ما أدري، فلوس الإضافي أنا أتكلم. لا الإضافي حتى الإضافي فيه. ما يقول لك الجزء البشري موجود. أنت تعطي 4 حكام بعدين مطلوب تعطي 6 حكام، فلوس. بالضبط. إذا ميزانية تسمح لي. موجود. والنعم أنا مش كلام، أنا أتكلم بصفة عامة أبو بلال. لا لا دقيقة. الكويت عايش. دقيقة عاد خنا كمل لك. في دول ها عندها المال، ولكن لم حتى اللحظة لم تستخدم الحكم الإضافي ولا تستخدم الفيديو. تخسر منها أبو بلال. تخسر منها. أوكي. ممكن. علي الرميثي يقول: السلام عليكم للجميع. سؤالي
إذا المدافع ارتكب خطأ على المهاجم مستحق الكرت الأصفر، لكن الحكم أعطى مبدأ إتاحة فرصة وأثناء اللعب وقبل أن يوقف الحكم اللعب ويعطي اللاعب الكرت، نفس اللاعب ارتكب خطأ ثاني يستحق فيه الكرت الأصفر، فهل يطرد اللاعب في هذه اللعبة؟ أبو أحمد، طبعا قانون جديد، الخطأ الأول لابد أنه يعصر الأصفر ومن ثم يشفر للأصفر ومن ثم يشفر للأحمر بالضبط الحالتين. نعم. محمد أحسان يقول السلام عليك أخ بدر، أما أن تقرأ رسالتي بأكملها أو لا تقرأها. أنا دائما أقرأ الرسائل كابتن، بس بعض الأحيان صعبة من خلال الحالات في الدوريات العربية والديربي العراقي الأردني التونسي العماني دوري كيو ام بي، يمكن يكون الوقت ضيق ولكن من عيوني ثنتين حاضر. انت تامر اخوي يقول او لا تقرأها، الامر يرجع لك بنقراها، انا متعود اقرأ الرسالة كاملة كابتن. يقول الدقيقة 73 في مباراة قطر وتحيل، هل من المعقول ان هذا حكم هذه المباراة دخل دورات تحكيم تثقيفية؟ أشك بذلك، في فاول حسين علي ما بقى إلا ينزع فانيلة حقه ويلاكم حسين علي ونعطي الحزام الذهبي للملاكمة، أمر غريب والله. عموما أنت ذكرت المباراة وذكرت الدقيقة، اللعبة موجودة وإن شاء الله لما أنجي للمباراة راح تسمع من المحللين، وبعد أبي أسمع رأيك أنت بعد المحللين. حليم البصراوي يقول السلام عليكم يا أحلى برنامج بالوطن العربي، تحياتي لك يا كوتش. أشكرك أخوي حليم، أنا زعلان منك صراحة، واجد غبت واجد كثير ولا لا أبو فهد؟ أي والله واجد، كم جولة لنا. أي عموما يقول تحياتي لك يا كوتش والكباتن حازم الغالي، أبو بدر الوردة، محبوب آسيا، أمبراطور التحكيم أبو فهد الغالي، نورتونا وأحب أول واحد يمسي عليكم قبل بداية الحلقة بربع ساعة. حليم البصراوي تحية من القلب ولضيوفك الكرام، نفس الكلام. أحمد أوسكار بعد قليل على الكاس، هاي والله أنا أحب الدعايات بس أحلى دعاية هاي حلوة، بس غاب صار أسبوعين. أي أحمد أوسكار أي غاب، يقول بعد قليل على الكاس ون برنامج الحكم، احنا معاكم إن شاء الله دائما. علي العقيل يقول مساء الخير يا كباتن، هل يحق للحكم إلغاء المباراة إذا كانت فيها هواية أخطاء وأمانة؟ الله بوسولي الإمبراطور، كلنا نحبك يا أبو فهد. الله يجزيك خير. والله أنا ببوسة بس هو بعيد. الله يجزيك خير. وصلت البوسة الحمد لله. استأمني بوسة أستاذ شريف. جيب أبو فهد يا كابتن. لا مخرجنا الله. إيه جيب أبو فهد. وصلت البوسة الله يحفظك. شو اسمه أحمد علي؟ علي العقيل. أشكر يا علي، الله يجزيك خير علي. إيه محمد جلاوي العساس يقول السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيك، وإحنا نعيش في قطر أجواء متميزة اللي هو أجواء اليوم الوطني إن شاء الله يا رب، اللي بيكون تاريخ 18 ديسمبر. الله يحفظ أولياء أمورنا ويحفظ بلادنا يا رب، بلاد الأمة العربية والإسلامية. آمين يا رب العالمين. مرتضى السداوي يقول هل تحب نادي السد يا إمبراطور؟ ونعرف أنت رياني بس أمانة أنت محايد وما تعرف المجاملة، الله يحفظكم. أنت يا إمبراطور فخر لنا ولكل العرب، وبرنامج الحكم بقيادة الكوتش عامر. أشكرك أخوي مرتضى. أنا برد على السد، تفضل. أنا أقول لك السد هو النادي الوحيد اللي شرفنا ورفع راسنا على مستوى آسيا وإن شاء الله دحيل. خلنا أكمل لك. لا لا الحين لا الرياء ولا كلهم ونعم فيهم، بس أتكلم عن نادي السد. نادي السد لما يمثلني برا أنبسط، أحس أني أنا متفائل في شيء برفع راسنا كقطر. نادي السد أحترمه غصبا عني كنادي كبير، كنادي خذ البطولة الأسوية مرتين وكان بيأخذ الثالثة قبل شهر لو الظروف البسيطة. فنادي السد من الأندية الكبيرة اللي نحترمه ونقدره. أنا صح رياني ولكن يشهد الله علي لما السد يمثلني أول فريق. نادي السد أول فريق خذ بطولة أندية مجلس التعاون، بطولة عربية. بطولة عربية. عربية. والله لما يلعب السد خارجيا والله العظيم أتم على أصابي ومتوتر أبي يفوز. أنا زعيم بعد زعيم. طبعا زعيم ما في كلام، حق ينقال يعني. سليمان الشارع يقول مساء الخير كابتن بدر بلال، أنا والله كانت في قصة بيني وبينك في إحدى المباريات بس ما ابي اذكرها. انا حكم متمعلق. ها ادري. السد والريان. السد والريان اذكر. مساء الخير كابتن بدر، يقول
سلامي للضيوف الكرام. كابتن بدر راح تكونوا متواجدين في كأس آسيا إن شاء الله، برنامج الحكم إن شاء الله راح نكون متواجدين بالتحديد من تاريخ 4 يناير إذا الله أعطانا طولة العمر وعطى الشباب طولة العمر. من تاريخ 4 يناير تكون حلقة هذه خاصة قبل بداية البطولة، لأن البطولة راح تبتدي 5 يناير لين 2 فبراير. راح نكون يوميا إلا لما نوصل عند الدور الثمانية، ممكن يعني هناك تعرف يكون في 3 أيام أطلع، ممكن نطلع يومين بدل 3 أيام، ولكن من تاريخ 4 يناير لين تاريخ أعتقد نهاية المباريات المجموعة تاريخ 19 لين نهاية مباريات المجموعات بالنسبة لجميع الجدول المعد للفرق، راح نكون مع يوميا بإذن الله تعالى، لأن فرصة كأس آسيا مهم. كأس آسيا احنا دائما تعودنا على التغطية، والتغطية بشكل كبير. تتذكر 2011 و 2015 أعتقد، ولا 2014 2015 أستراليا، واللي كان في الدوحة، واللي أي نعم. محمد جلاوي يقول سؤال: هل يتم اختيار الحكم إلى نهائي بطولة عن طريق الاسم أم أداء الحكم أثناء مجريات البطولة، ومتى يتم إبعاد الحكم من نفس البطولة؟ أبو بدر وبلال، طبعا أداء الحكم خلال دورة تمهيدية تكون لجنة الحكم في البطولة حاطة عينها على عبد الله القحطاني، خلاص هذا بخش حق النهائي. ايش معنى اخترت عبد الله القحطاني؟ ليش مثل ما تختاره انت في كل سؤال توجه له؟ انت نفسه واختارني انا من حقه. يعني مثلا انت الحين كم سؤال جاي يا ابو احمد؟ اسالك فيك ناصر العزيزي. ابو احمد ما سالتك؟ لا لا انا سالتك. ما سالته؟ سالته يا اخي. انت ولا سالني انت والله. شنو السؤال الثاني؟ قول لي بس. علي العقيلي. انا هو وجه السؤال لي. اذا وجه السؤال لي ما تقدر حبيبي. شوف شوف احنا في سفينه، وانا دائما اقول لك بس انت عندك مشكله هنا. لا لا انت عندك مشكله في الفكر. عندك مشكله بدل. عندك مشكله. لا لا انت اسمعني عاد اسمعني. اسمعني الله يحفظك. احنا بادين حلقه اي بس لا مشكله بشكل جيد. ليش دائما تروح الى النيه السوداء؟ ليش ما تروح النيه البيضاء؟ انا قاعد 8 سنوات على الهواء. اذا السؤال مو موجه لي بالاسم ما توجه، توجه أي واحد. صدق؟ نعم، إلا إذا موجه لي بالاسم. الله يسامحك. أنا الحالة تروح شوفها. كمل ببدأ. كمل ببدأ. الله يسامحك. فمن الأدوار التمهيدية ببلال تكون لجنة الحكام في المشكلة في البطولة حاطة عينها على سيم الحكام، هذا بخش حق النهائي بناء على الأداء وليس الاسم. بالضبط. الحكم يستبعد البطولة طبعًا حسب ما سأل، حسب الأخطاء الكارثية إذا سواها في البطولة ببلال، الأخطاء المؤثرة في النتيجة. حلو. سؤال للكباتن حليم البصراوي: إذا المهاجم سجل هدف بعد انفراده بالحارس ودخل للمرمى وسجل بحركة غير عادية، أقصد استهانة بالخصم أو شبه بذلك، هل يحق للحكم إلغاء الهدف وشنو الأسباب؟ بفهد. لا لا خل أحمد، خل أحمد. بفهد. لا لا أنا قلت بفهد. شوف هذه اختلفوا فيها حتى في النص، واختلفوا. قل ليش؟ يقول لك إذا الفريق كان فايت 3-0 وجاء اللاعب هذا وعند الهدف الرابع نزل براسه وهذا خلى براسه احطه في السوق. خلينا نقول الهدف الاول. الهدف الاول اعتبره اول هدف. بقول لك اذا الهدف الاول هدف فوز اعتبره هدف، لانه ما ادش في السوق الرياضي. متى اعتبره سوق رياضي؟ لما يكون الهدف الرابع استهزاء بالمنافس. انا فايت 3-0 وجاء اللاعب ذي في الهدف الرابع نزل براسه الكره قدام رجوله نزلها وبطها ونزل براسه بالجول، احطه اصفر عليه ركله حره مباشره واعطيه انذار واعتبره انا في كتابتي. ارجع لسؤالي مره ثانيه لك، ايش الفرق ما بين ان انا باجي بسجل الهدف الاول واطوف الحارس وادن؟ خلني اكمل. خلني اكمل وبعدين اسمع منك الاجابه. وانا انزل راسي بطريقه استهزاء زين والعب الكوره براسي، ايش الفرق؟ تفرق ما بين هذه وذيك. الفرق ان هذا جول الفوز فما يدش في استهزاء، فرحه منه نزل ودخل الكوره براسه 1-0 وصار فيها خلاف الكلمه قبل سنتين او ثلاث ناقشناها لما صارت مباراه السليه في قطر وجو المحلي جمال غندور الله يذكره خير وغيره قال لك نفس كلامي، قال لك اذا المباراه 3-0 وعمل الرابع اصفر عليه. بدر عندك تعليق؟ اعطاك الزبده ابو فهد. أوكي. كلام عبد الله عداها العيب. الاول حريص اللاعب يسجله طبعًا. لكن بعد الرابع والخامس ليش حطه يا اخي؟ حطه في المرمى، لكن تيجي توقف على الكوره وتلعبها في الكعب، هذا استهداف المنافسه ابو بلال. كلام عبد الله صح، هذا الكلام الصحيح فعلا. الحمد لله. حسين كتالوني يقول اجمل برنامج بالوطن العربي واحلى مباراتور ابو فهد. الله يحفظه. الله يرحم والديك. حمزه العراقي: حيدر سلمان الوسيطي مساكم الله بالخير
وتحياتنا لك يا أبو بلال، تحية موصولة أخي الكريم وإلى محبوب العراقيين الإمبراطور أبو فهد. سؤال: ما الإجراء الذي يقوم به الحكم في حالة حدوث مشادات بين لاعبين من نفس الفريق؟ أبو أحمد. طبعا هني عليه أن يوقف اللعب، يحاول أنه يركز على اللاعبين اللي عملوا المشادات والمشكلة، إذا استطاع يعمل اللي يستحق إنذار ينذره، وإذا استحق طرد يطرده، ومن ثم يستأنف اللعب. بس الله عليها شوي. إذا أيوه. كان إذا القانون السابق كان يطرد اللاعبين وركل حرق مباشرة، القانون قديم. الحين إذا لاعبين ضربوا بعض من فريق واحد اطردهم واحتسب ركله حره مباشره. ما قال خطا، قال هو اذا كان مشاد حصل يمكن واقف اللعب. اي خليني اكمل. اذا خليني اكمل. أيوه انت انت ما كملت. أيوه. اذا كان اللعب واقف اطردهم. أيوه. يا ابو حصل عندنا على فكره بين عندنا حصل في السدوحه في السبعينات، الله يذكره بالخير محمد الملا مسي عليه بالخير. نعم. كان العربي والريان احد المقيمين حاليا. نعم. بلجنه التحكيم بالاتحاد الغربي. اخو حسن. نعم. حسن محمد، نسيت محمد. اوكي كان يحكم بين العربي والريان في السدوحة، فقام لاعب الريان سب لاعب زميله قدام الحكم، فاشتموا بعض وضربوا واللعب شغال، فوقف المباراة، طرد اللاعب هذا وطرد اللاعب واستأنف ركلة حرة مباشرة. لكن ايش حصل عقب؟ حصل نزل الجمهور عليه يضربوه محمد الملا، اعتذر على الحكم، ولكن هو طبق القانون. ليش في نهايات آسيا في الصين؟ إيه؟ مباراة اليمن وعمان. ايوه لما تهاوشوا المدافعين. أيه. بين الايرانيين. أيه. بين اللعيبه الايرانيين تذكرها. ما شافهم الحكم. كان من الحكم كان عبد الرحمن دراوي ابو طلال الله يحفظه. اللاعب صفق اللاعب هذه عام 2004. صفق اللاعب 2004. ما شافه في نهايه كاس عمان. عمان وايران. عمان وايران اقول لك. صفق كف الجميله بس ما شاف الحكم، وما كان في فار ذاك الوقت ولا اضافيين يساعدون عبد الرحمن، فشربها عبد الرحمن. احمد اوسكار يقول: غرفه الفار، هو يقصد الغرفة تقنية الفيديو. نعم. وكابينة التعليق وخيسوس أرادوها جحفلة بلنتية، ولكن الحكم جحفلهم. أنا مو بفاهم إيش تقصد يا أخوي أحمد، اللي إذا حد فاهم. أنا فاهم. إنه اللقطة ذي بلا صارت في دقيقة 90 مباراة الهلال والنصر، اللاعب ضرب المنافس بالكوع في وجهه، الحكم وقف اللعب على لعبة غير، لكن هو راح يشوف الفار ويروونه لعبة العرقلة، جابوا له اللعبة ذي، فركز الحكم. على فكرة الحكم الحكم نهائي كأس العالم في روسيا الكبير الشايف العمر بيتانا. ايه. الأرجنتيني. ايه. اسمعني، هو يطالع ببلال اللعبة كانت عرقلة، وأنا أقول ركلة جزاء الهلال لم تحسب للأمانة، غريب إنه ما حسبها، عرقلة واضحة، وهو يطالعها جابوا له لقطة الكوع، سوى أبو بلال؟ نعم. قال عدوها 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 عدوها. نعم. مرتدلات، اتجه اللاعب الهلال وعطى كرت أحمر لضربة. هذه ها؟ ناخذها أستاذ شريف على الأيوة. أيوة هاي ضربة بالكوع في وجهه. وكان الحكم كان تدريب أبو بلال، الحكم ليش؟ ما كان رايح اللعبة ذي، كان رايح ركلة جزاء يطالب فيها. تمام. تمام. شاف اللعبة ذي. تمام. حليم البصراوي يقول: تقنية الفار فيديو، الفيديو راح نشوفه بأمم آسيا ولا ما تطبق؟ هل عندكم علم؟ وش رأيكم الأفضل تطبيقها أم عدم تطبيقها؟ ويا كابتن شريف ويا كابتن شريف يقول لك فديتك. حليم البصراوي يستاهل شريف. زوم يقول لك فديتك زوم. عطني عطني التغريدة، كبر التغريدة يا كابتن على أساس الناس تشوف، مو يقولون أنا أتكلم وبس. جيب لي التغريدة يا أستاذ شريف. يلا هذه التغريدة، يقول: يا كابتن شريف فديتك زوم على رأس الإمبراطور أبي أبوسة. الله يرحمه والديك يا حبيبي. على الهواء. الله يحفظكم. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. تحب الحجر الأسود إن شاء الله. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. يعطيك العافية والله. الله يجزيك خير. محمد جلاوي العساس: عجيب أبو بلال ما تكلمت عن القائمة النهائية لحكام كأس آسيا. بالعكس انا قبل شهر تكلمنا. قبل شهر كابتن تكلمنا يا محمد. ثلاثه من قطر حكم ساحه. لاول مره في ثلاثه طاقم كامل من قطر بقياده المونديالي عبد الرحمن الجاسم، وفي خميس الكواري وخميس المري راح يشاركون ان شاء الله. هذا بالنسبه لقطر. بالنسبه لليابان اعتقد ثلاث طاقم وحكمين، وايضا استراليا او لا اوزبكستان اعتقد طاقم وحكمين على ما اظن، او استراليا فلنتين ورفشان. بس عموما بالنسبه للسؤال عن هذا التحكيم والله عن دقيقه يا شباب نجاوب دقيقه يا شباب نجاح غريب دقيقه يا ابو فهد والله نجاح. اهدى زين انا هادي بس نجاح اقول لك
خلنا نكمل. يلا اكتب اقرا. لا جاوب على السؤال. سؤال اللي هو تغيير الفيديو في كاس امم اسيا. اي عندنا احنا قلناها. عندنا علم وقلناه قبل شهر سوف تطبق من دور الثمانيه. مثل ما ذكر ابو بدر تقنيه الفيديو في كاس اسيا. نعم. ان شاء الله من 5 يناير لين 2 فبراير راح تطبق فقط في دور الثمانيه. انا بالنسبه لي مع احترامي للشباب انا بالنسبه لي انا اقول هذا not fair غير عادل لان ممكن في فرق تطلع قبل توصل لدور الثمانيه تطلع بسبب تقنيه الفيديو وتقنيه الفيديو مش موجوده. صحيح. سالنا الاجابه راح تكون في حلقه ان شاء الله الكابتن هاني طالب بلان نائب رئيس لجنه الحكام بالاتحاد الدولي ونائب رئيس لجنه الحكام بالاتحاد الاسيوي. عندنا معاه مقابله خاصه بتكون ان شاء الله تاريخ 28/12 قبل بدايه البطوله بخمسة ايام وراح هو يجاوب على جميع الاسئله هاي. نبتدي الحلقه؟ يلا. مليتوا صح؟ لا بكيفك. اي لان اذا ما قريت تقولوا لي ما قريت. انت مقدم برنامج. قريت وانت كيفك. ايش رايك ابو احمد؟ قريت اللي في ايش رايك ما قصرت. والله انت مقدم برنامج انت. ما قصرت. وليش بالعكس احنا موجودين حق منو؟ احنا حق الجمهور. حق الجمهور. بالضبط. سهلون الجمهور. نبتدي في العناوين. صراع المربع الجاسم يضبط إيقاع المباراة بالبطاقات الصفراء. هل نتيجة المباراة سهلت مهمة سعود العذبة أم لا؟ هل اللعبة هذه تؤكد جدية الحكم الدولي خميس المري أم لا؟ طبعا اللعبة اللي في مباراة قطر ودحيل أعتقد هذه اللي سأل عنها. لا اللي قبل 73 و40 ثانية. قبلها ها؟ قبل 73. عموما احنا عندنا المباراة الأولى القراف الأهلي ناخذ طاقم التحكيم بالنسبة لمباراة القراف الأهلي ثم نعود. تفضل يا أستاذ شريف. عبد الرحمن الجاسم حكم المباراة المونديالي رقم كم هاي المباراة؟ 10. نعم. هل حكم حق القرافة والأهلي خلال؟ نعم حكم بالقرافة والخريطيات قبل. أها أوكي. نروح لعند اول لعبه عندك ابو احمد بعد. عندك ابو احمد اول لعبه نشوف فضل. الان في الدقيقه 19:50 ثانيه تسلل على الاهلي بالضبط. طبعا احنا نتكلم عن المساعد اول شيء في الاعتبارات دائما المساعد اول شيء يؤخذ فيه التمركز او الوقوف بالضبط.
التمركز والوقوف مع آخر ثاني منافس أو آخر ثاني منافسين لم يكن صحيح، وبالتالي أدى إلى قرار غير صحيح وتسلل غير صحيح والقرار خاطئ من المساعد. نعم في هالحالة انفرد فيها. نعم أوبا. واضح طالع التمركز. أول حاجة في الاعتبارات للمساعد هو التمركز والوقوف مع آخر ثاني منافس أو آخر ثاني مدافعين منافسين في القانون، وبالتالي تركيز طبعا. يا شباب أينا. تركيز. حكم المساعد الثاني فيصل الشمري. نعم ما فيه، لأن أنت واقف يعني واقف غلط. عموما أشوف اللعبة، أشوف خلي اللعبة استمر. كابتن تراس أشوف اللعبة. إيه الكرة وين راحت؟ حل عندي. روح شوف قريب. روح 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 أشوف. لا الحين وقف اللاعب، من شاف الحكم مساعد وقف خلاص وقف. نروح للعبة الثانية. بالنسبة للعبات هذه أبو فهد، نعم كيف أنا ك ك ك كمساعد زين أتجنب الأخطاء هذه؟ أول حاجة تكون مركز وتمركزك يكون بالوجه، تحاول تعطي وجهك الملعب، لا تعطي الملعب جنبك، لأن إذا أعطيت جنبك الملعب تراك اللقطة. دائما خليك واجه الملعب، ولما تمشي معهم تمشي بطريقة العرض زين. هذا واحد. اثنين، دائما خليك مع آخر مدافع، يعني حاول تعمل خط مستقيم مع آخر مدافع في الفريق. آخر ثاني آخر مدافع، آخر ثاني آخر مدافع، يعني آخر مدافع ما وراء المرمى. دائما حاول تباريه بنفس المستوى. متى تصيد أبو بلال؟ تقدر إذا بالجنب، لكن لما أكون أنا على جنب واقف وراي معاي تروح علي. سؤالك على فكرة سؤالك في محل، لأن أغلب اللعبات أبو بلال في المساعدين وعلى فكرة هم مميزين، بس تروح عليهم اللعبات ذي بسبب التمركز الغير صحيح. خليك دائما بالعرض، وجهك لله للمدافع، واجري معاه بالجنب كذي، لا تجري على الطرف. سؤال أبو بدر، إذا شفنا الحكم، لو تلاحظ الحكم موجود في مكان متميز صح؟ الساحة ولا المساعد؟ صح؟ الحكم. لا حكم الساحة نتكلم. اي نعم اللي باين صحيح في الصورة. صحيح. زين هل هني الحكم يقدر يعطي قرار؟ ما يقدر يشاهد اللعب عدل ببلال. اها بس ليش ببلال صارت الحالة هذه؟ فيصل حكم مساعد مميز ما نختلف عليه بالضبط، بس هو له جرى الجانبي مواجه الملعب وحاول ينطلق وحاول يعمل جري الجانبي، اختلطت عليه الامور وسبق اللعبه بالضبط. عيدها من البدايه وشوف. بس مش مثالي الحكم تمركز ابو بلال. لا ما لا, لا لا انا ما اتكلم عن تمركز الحكم. لا انا كيف مثالي؟ انا سالت سؤال غير ابو فهد. لا سؤالي غير تمركز. سؤالي غير يا ابو فهد الله يهداك. والله سؤالي غير يا ابو احمد. انا اقول هل الحكم هني يقدر ياخذ قرار تسلل او لا؟ بس خلاص ما يقدر. تقول لي لا بس تمركزه غلط. كابتن انا ما سالتك عن تمركز يا اخي. لازم انا ما سالتك بدر ايش فيك ابو فهد. لازم ندرس. ابو فهد لا تدش علي عرض. ما ادش انا اكلم الرجال. ما تخبل لا حول ولا قوه. الحكم غلط دولي. هذا تمركز الشكل غلط. تمركز ابو فهد. السؤال مو لك، السؤال عند زميلك. انا ما معقبت زميلي. لا حول ولا قوه. خلاص نروح للثانية عندك يا أبو بدر. دقيقة 30:55. لا حول ولا قوة. دخول بتهور من سعيد الحاج. قراءة الحكم اللعبة صحيحة والأندار مستحق والخطأ صحيح والأندار صحيح. دخول بتهور يرتقي، لو كان في مسافة جاي من مسافة بعيدة يرتقي للأحمر، ولكن الأندار صحيح للتهور. تمام ورقين من كسب حسن داري. دقيقة 57 هدف الأهلي الثاني. أبو فهد بنشوف الهدف ونطالع معاكم. طلع الكرة طبعا هنا يعني المساعد. أنا أتكلم عن المساعد لما يكون تمركزه جيد. لعبة مثل اللعبات هذه لو كان تمركزه غير صحيح ممكن تروح عليه. خلينا نشوف التصوير الجانبي. شوف كمل طلع في لاعب في موقف تسلل وقف. طبعا التعديل الجديد مادة 11 أنا متى أحاسب اللاعب؟ لازم يكون لمس الكرة أو تداخل في اللعبة. اللاعب هذا اللي في موقف تسلل لاعب الأهلي طلع الكرة مرت من قدامه، لم يحجب الرؤية على أحد ولم يتداخل في اللعب ولم يلمس الكرة، فبرافو على المساعد والهدف صحيح 100%. اوكي خطأ وإنذار لاعب الأهلي رقم 11 أبو أحمد. نشوف الدقيقة 63:10 في خطأ. طبعا الآن نشوف الخطأ واضح. طبعا الدخول بتهور أو مهاجم بتهور أو بدخول بتهور من المهاجم على حارس المرمى. أوكي على حارس المرمى. لاحظ في الكتف
هذه ترتقي فقط الى البطاقه الصفراء. وبرافو كابتن عبد الرحمن. ما في اقوى مفرطه؟ لا لا لا، شوف الرجل ارتفاع منتسب. الرجل لا ارتفاع لكن ليست ممتده، يعني ليس فيها سبيد. الحكم ايش قال؟ قرار كارت اصفر وصحيح، قرار صحيح، قرار الحكم صحيح. نعم، انا برجع للعبه اللي انت تدخلت فيها ابو فهد. عطني اللعبه الاولى الدقيقه 19:50 ابو فهد علق بشيء ثاني، وانا سالت ابو بدر شيء ثاني. شلون تقول تمركز الحكم ابو فهد؟ اي دائما ابو بلال، عشان نعطي التمركز المثالي لازم يكون الحكم عيونه مشاهد المساعد. ممكن تطلع على الشاشه تقول لي المفترض وين الحكم يكون؟ انا اقول لك اعطني اللعبه عاديه دائما بدر، دائما ابي اللعبه. ايوه بس وقف بس وقف. برافو عليك، شوف طلعوا لي معلي بيجيك. اوكي اوكي، وين راوني بس وين لازم يكون الحكم؟ ما عليه بس تراس كابتن وقف شوي، رجع شوي بس شوي، معلش شوي بس اي وقف للشاشة ابو فهد. انا سؤالي واضح، جيب لي وين تمركز الحكم. طيب بس عطني نص، عطني تمركز الحكم، ما عندي وقت. انا عيونه هالشكل ببلال، والمساعد ورا خلفه ما اشوفه، هذا واحد. لما انا التمركز غير صحيح، يفترض منه يا ابو بلال عشان يكون تمركزه صحيح يفترض منه يكون في المش... لحظة, لحظه 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 انت تقول هني هو ما اعطي ظهره المساعد طبعا، وهذا خطا. شوف الصوره عادل. لحظه يا عمي، شوف الصوره عادل يا عمي، هذا عيونه، شوف وجهه، شوف عيون الرجال طالع بذمتكم. المساعد وين يا بدر؟ المساعد هالشكل وراه، المساعد وراء. هو المفروض اذا بتكلم عن تمركز مثالي وانا اشيد في كمحلل، لازم يكون يا ابو بلال تمركزه في النقطه هذه، شوف في النقطه هذه، ما يكون هنا، يكون هنا، شوف هذا ليش، لما او يكون في الجهه ذي على الاقل. بفهد بقول لك ليش. دقيقه بقول لك ليش. دقيقه تراس، اعمل كلير بفهد، اعمل كلير. زين، انا احترم رايك، انت تقول لي انه لازم يكون هني. الكره وين اصلا؟ الكره وين؟ هني الكره، بدايه الكره هني الكره. تراس عطني قبل بدايه اللقطه. زين، بدايه اللقطه الحين. ايه الحين. ايه ابو احمد ممكن تجاوبني؟ نعم. تمركز عبد الرحمن الجاسم بالنسبه للعبه الحين تمركز صح ولا لا؟ الحين ابو بلال لو رجعنا للعبه الاساسيه، انا اتكلم انا الحين كجري يا كابتن احمد، كتحرك وتمركز صحيح لان الجري القطري كابتن. نعم، انا اتكلم الحين. نعم، الان الكوره عند لاعب النادي الاهلي. نعم، التمركز هذا خطا ولا صحيح؟ انا ارى مثالي ما في خطا. ابو بدر تمركز رائع ابو بلال. اوكي شكرا. ابو فهد اللعبه كانت عند اللاعب هذا صح؟ ايه صح ولا لا؟ ايه نعم، اللعبه هني. نعم زين، هو اصلا متواجد هني. ايه متواجد. ايه لو انفرد اللاعب هذه يقدر يشوف الحاله ولا ما يقدر؟ اول شيء تمركزه مش مثالي، يفترض مشاف الكره عندي هو يعطي فتحه هني، يفتح شوي، هو يفتح يعطي فتحه. ليش؟ لسبب، لان لو لعبت الكره طويله يعني تقول لك انا من افتح من كلامك تقول ان قراءته كانت بطيئة. ليش؟ بقولك بلاد، دائما أي محلل ببلاد أو مقيم شو يقول الحكم؟ يقول اربط الكرة والمساعدين بينك وبينهم، يعني أنا الكرة اللعبة شوف بدر بلاد الراية، هذا يسمونه مثالي، هذا لا مثالي ولا شاف المثالي التمركز هذا على مسؤوليتي. يفترض يرجع ورا على مسؤوليتي. لكن انت بروحك تتكلم عن حاله الان موجوده. لا لا مش مثالي، لكن اساس الحاله وين جايه؟ جايه انا اتكلم عن هذا، قلت تمركز جيد لكن لا تقول مثالي، مش مثالي من الاساس. انت جيد شفته من اول، قول جيد. شفت اللعبه؟ لا مش مثالي، انطلق الشكل مع اللعبه الان موضوع. انا احترم رايك، وبعدين لو كان جيد، لو كان ما شايف الحكم مساعد ما صفر. يا عمي متى شاف جهاز عنده؟ لا بعد ما اكلمك انا اكلمكم بالتمركز الصحيح. صحيح، خلاص خلاص خلاص، كل واحد اعطى رايه. هو الشيء زين براي، خليني اكمل. الشيء زين ان كل واحد يعطي الراي زين، وكل واحد يبرر رايه، تبرر رايك من خلال التفسير. صح، اي انا اشوف انه يروح هناك زين. عارف لو جرى المكان اللي انت تقوله زين، كان الكره عاقه هو. اعطيك جواب نهائي. ايه تفضل. الحكم التمركز المثالي الوحيد لما يطلع صافرته يكون عيونه على المساعد يشوفه. هذه خلصت، واللعيبه قدامه والمساعد قدامه، هذا المثالي. كل التمركزات اللي غير اللي بعدين غيرها ما تعتبر مثالي. جيد جدا. ها
لكن مثالي غير. أنا أتكلم عن عطني الإحصاءات، عطني الإحصاءات. هي شاف 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 المساعد على طول لازم يا أخي بيشوفه حتى لو قاعد دائرة بيشوفه شافه يعني شافه وصفر في الوقت المناسب يا عمي ما أدري من اللي قال لك في الجهاز هذا سافة أكيد بيشوفه في جهاز مبلال خلاص عاد يهوس على الجهاز خلاص عاد أنت تقول شافه شافه يا أخي أنا أتكلم أتكلم من سلعني لا تبين الناس اني مخطئ يا اخي سلعني استغفر الله العظيم يا اخوي يا اخي انت بقول لك اقول لك كلمتين قول لي اربع كلمات بس قول لي صح انت الوحيد اللي تقول رايك لازم يكون صح مو صح تقول شاف اللعبه اكيد بيشوفها بدر بيهوس بالجهاز بنتبه بيصير عند الجهاز بلتفت ايش دعوه وين ايامنا غير الحين ايامنا ما في صبر يا كابتن 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 يعني اعمل ابديت حبيبي ابديت ما ابديت إيه انت اللي ابديت إيه انا اول ايامنا ما في جهاز الحين يهوس مباراه مبدر مباراه متوسطه صعبه عاديه متوسطه ببلان ليش ليش يعني في التقييم يقول لك مباراه متوسطه صعبه عاديه ليش حسب مجريات المباراه الاحداث في داخل إيه المباراه من اخطاء داخل منطقه الجزاء طيب لما نجي نقول السد والغرافه مثال حلو السد والغرافه حلو زين سد الغرافة فريقين عريقين نعم وتي المباراة تنتهي زين بنتيجة 7-1 أو 8-1 أنت تقولون عادية عادية شنو عادية؟ أنا أقول لك عادية شنو مجريات المباراة داخل شنو الأخطاء أو الحالات التحكيم حصلت داخل المباراة والحكم ما سيطر عليها أمور انضباطية قرارات المباراة عادية؟ لا متوسطة الصعوبة متوسطة عطني 8-5 8-5 8-3 بو فهد مباراة متوسطة الصعوبة 8-6 8-5 8-5 ابو احمد متوسط صعوبه 8.6 8.5 8.3 مساعد ثاني الخريطيات والريان الدقيقه الاولى هدف الريان الاول شك خطا قبل التسجيل ابو بدر ابو بلال هذه 6-0 ارد عليك نفس السؤال مساع طالبها شاشة أنا. أوكي. لما أقولك مجريات المباراة وتعامل حكم مع المباراة كيف المباراة تكون سهلة من أول قرار. تمام. أرجع الشاشة الأولى لو سمحت الواسع الأول. أوكي روح. لاحظ ببلال وإخوة المحللين والمشاهدين الوقت بس وقف بس وقف. الآن هذا تمركز الحكم. 1-2 هذا الوضع الافتراضي تمركز. المساعد الأول إذا يبين في هذه الجزئية عموما هذا التمركز الثالث للإضافي الأول تمام بمعنى أن الحالة محاصرة تماما بين حكم الساحة يشاهد تماما وأيضا المساعد الأول يشاهد تماما وأيضا الإضافي الأول يشاهد الحالة تماما اللعب محصور تماما بين الثلاثي أوكي. طاقم المباراة مش الكرة هناك تنافس سقط لاعب الخريطيات قام لاعب الريان وعمل مشروع هجمة واحدة ولعبها كروس ودخلت المرمى الزاوية الثانية توضح ليش سقط لاعب الخريطيات وليش استفاد من هذه الكرة لاعب الريان بس وقف نشاهد الآن جليا اليد الشمال لكل اللاعبين المدافع والمهاجم الكل قافز والكرة ليست بسيطرة أحد اللاعبين الكل تمام. يريد التنافس الطبيعي على الكرة ما حصل من امتداد اليد هذا طبيعي وضع تشريح لكل اللاعبين مش الكرة بس وقف هذه النقطة المفصلية سقوط الكرة أفقيا على يد مهاجم الريان هنا السؤال المهم هل وضع كلا اللاعبين المدافع أم المهاجم وضع طبيعي أو غير طبيعي أوكي. كتشريحيا وضع طبيعي جدا لا توجد فيها سواء خطأ على المهاجم أو خطأ على المدافع من أمر باستمرار اللعب هي القراءة الصحيحة لحكم الساحة أولا والمساعد الأول والإضافي الأول اللعب استمر سقط اللاعب سقوط طبيعي أبو بلال أوكي فاستمرار اللعب لا يوجد خطأ في التنافس الأولي لوضع اليدين ومن ثم الحالة الثانية سقوط الكرة سقوط الكرة كرر
كانت على يد وضع طبيعي. بس برافو، نزلت على يد مش الريان، على يد الخطيات. سقوط الكرة على يد لاعب الريان. لا انا قلت لا لا مش على يد الريان. مرة ثانية جيب لي هات الرسم لو سمحت. نزلت على يد لاعب الخطيات، شوفها كمل طلع طلع كمل اكيد نزلت على لاعب الخطيات. شوفها بس وقف بس 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 وقف بس وقف بس وقف. لا لا مشكور ابو فهد. الشاشة جاوب لك. اي على الخطيات شوف. لا 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 لاعب الريان. الشاشة جاوب عليك ابو فهد. سؤال، يد اللاعب الريان تبين؟ ايه الكرة الكرة انا اقولك انا اقولك محيط خلاص الكرة خلاص خلاص محيط الكرة على كل هي اللعبة استمرارية اللعبة استمرارية اللعبة. احنا هني مو بكل واحد. لا 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 انا ما اختلف ينبش رفيقه واضحة يا ابو فهد واضحة وغلاوتك يا ابو فهد في الحالتين صح. شوفه شوفه في الحالتين صح. شوفه زين خلاص في الحالتين صح. ابو بلال تسمح لي بس في الحالتين صح ولا خلاص في الحالتين صح. خلصنا من اللعبة هذه. شنو اللي عندنا الحين؟ إيه تسلل عند المساعد الأول. عندك يا أبو أحمد دقيقة 32. عندي أيضا شاشة في هذه الحالة طبعا. ثواني. أوكي تفضل. تفضل. لحظة شوي ارجع لي يا سكابتن لو ترجعوا ارجع. أيوة لحظة وقف الآن اللعبة. الآن هذه لحظة اللعب يا كابتن. اللاعب هذا الآن لو اعتبرناه في موقف تسلل. مثلا لو اعتبرناه في موقف لا 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 ما يصير ما يصير. لحظه لحظه ابو بلال لا ما يصير ما يصير. خليك معي ما يصير. خليك معي ما يحل هذا ما يحل. ابو احمد ابو احمد ابو احمد شوف انا لما احس ان انت تلخبطني من خلال تفسيرك زين المشاهد يتلخبط. ابو بلال ما في كلمه ابو بلال ابو بلال انت خلني انا بوصل لك المعلومه دقيقه. انا شوف انا اعطيك الحريه انك تفسر. اذا اذا عندك دقيقه تفضل. نعم اي احنا الان نعتبر هذا في موقف تسلل. شو تعتبره في موقف تسلل؟ موقف تسلل أقول لك الآن حاليا اللاعب في موقف تسلل. اللاعب لحظة اللعب هذا في موقف تسلل متقدم. مو موقف تسلل أبو أحمد يا أبو أحمد ما يصير ما يصير التفسير أبو هذا بلال. أبو بلال لحظة أنتوا تريدوا أقول أنا أتكلم عن لعبة مش هذه الآن. أنا بتكلم عن لعبة أخرى. أوكي. أنا ما أتكلم عن هذه اللعبة يا الآن. أخي ممكن تتخلي في خلاص العب 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 الصريح اللعبة الآن واضح. العب امشي العب الآن هي اللعبة لعبت. أيوة. لحظة أرجع أرجع شوي أرجع لو سمحت أرجع أرجع لي شوية أرجع لأن اللعبة ما لعبت أساسا. لحظة الآن شو بلال روح أرجع أرجع بعد روح العب لحظة اللعب عطني الكرة لحظة الركل لحظة الركل لحظة الركل بس بس الآن الآن أنا أرى هذا اللاعب في موقف تسلل. هذا اللاعب في موقف تسلل وليس متسلل. لحظة الآن نلغيه نروح الآن لي وأحمد. نعم وأحمد نعم بليز الله يرحم والديك إحنا نخاطب الشارع العام الرياضي. اي احنا نتكلم اي لا تقول لي متسلل وليس انت فاهم قصدي. ايوه في موقف تسلل ما قلت لك متسلل. انا عارف انا فاهمك. ايوه اي بس تفضل لحظه فضل. فضل. العب العب الكره العب 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 الكره العب لو سمحت اعطيني لعبه الكره. العب الكره يا كابتن. هذا اللاعب انا عارف لم يتداخل مع المنافس نهائيا. وسط الكرة في موقف سليم. الآن احنا عندنا اللعبة الأساسية اللي هي نتكلم عنها المساعد اللي أخذ فيها القرار. الآن نتكلم عن هذا عن اللاعب هذا. هل هو في موقف تسلل؟ أول شيء نتأكد في عندنا 3D حل لعبة. لحظة أوكي. واضح اللاعب هذه الكرة الآن هذه الكرة واضح تمام. الآن نلغي هذه. الآن اللعبة هذه لما لعبت هل الكرة واللاعب هذا على خط واحد؟ لأن لازم يكون اللاعب متقدم عن آخر ثاني مدافع أو آخر مدافعين أو عن بالضبط. الكرة نشوف الثري دي طيب المنافس نشوف الآن الثري دي. نشوف الثري دي عطني الثري دي خلاص الثري دي هو اللي يحكم. الثري دي يبين يوضح الآن تقدم المهاجم عن الكرة وعن آخر ثاني مدافع. إذن المقرار الحكم صحيح 100%. إذن إذن تقرار الحكم صحيح تسلل. برافو سعود مونديال سعود أحمد برافو 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 عليه برافو برافو عليه. تدخل على لاعب الخريطيات الدقيقة 36. عندك يا أبو فهد نشوف الدقيقة 36 ونشوف اللعبة الشاشة ونشوف دخول. طبعا احنا دائما نقول أي استخدام لليد مع المنافس في الغاضة عنها. هذه اليد ضربت الوجه وتمركزك كان جيد يا حكم وقريب من اللعبة. أنت هنا يا سعود أطلق صافرتك أو ما أعتقد أنك لا ما أطلق صافرتك بعد للأسف. هني لازم لازم ما شوف دائما أقول حكامي وأي حكام أي اعتداء على الوجه بالكف باليد بالذراع يا أصفر يا أحمر. حطت اليد بيض الوجه إيه حطت اليد هذا أصفر كوع أحمر. هذه مشكلة سعود ما صفر عليها أبو المشكلة خلاها مستمرة في اللعب. شوف اللعب هذه كانت آخر لعبة. نعم نشوف الإحصاءات انذار فيها. نعم نشوف الإحصاءات لي كم مرة صفر الحكم؟ 20 مرة.
صعبة متوسطة الصعوبة عادية أبو أحمد؟ عادية عادية نعم. أعطني أعطي الحكم 8-3 أوكي المساعدين 8-3 كلهم. أبو فهد عادية كل واحد 8-8-8-8 أبو بدر 8-4-8 سعود تميز في الحالة التسلل سعود أحمد المونديالي سعود أحمد تميز عادية لا تميز هذا وزاهي الشمري 8-4 كم سعود؟ 8 سعود العدبة 8-4 سعود أحمد 8-5 أوكي زاهي الشمري 8-4 الدحيل وقطر خميس المرية رقم كم المباراة هاي؟ 8 حكم قبل حق دحيل؟ حكم أبو بلال حكم كم مباراة؟ دحيل العربي حكم دحيل العربي حكم قطر؟ قطر حكم لهم على السيرية أوكي خطأ جاء منه هدف قطر دقيقة 21:35 وأحمد نشوف الدقيقة 21:35 طبعا الخطأ هني تم احتسابه من قبل الحكم بلمس اليد أنا أرى اللمس غير متعمد من اللاعب واليد طبيعية والارتقاء طبيعي والقرار أشوفه خطأ بفعل يد تحولت من طبيعية لغير طبيعية برافو عليك يا حكم الساحة أقفز بالطريق هذه ولف بجسمي ويدي تحرك معاي أنا معاه لو كان ثابت على الأرض بنقول لك إني قفز لما أنا أقفز يا أبو خلاص أبو فهد عطني لمسة يد قرار حكم 100% صح أبو بدر قرار خاطئ وضع طبيعية ما زالت واستمرت طبيعيا لغاية صدام الكرة بها صح في شوف في 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 التعديل الجديد أستاذ شريف في التعديل الجديد في التعديل الجديد للتشريح لليد مهم جدا ان نعرف هل اليد كانت طبيعيه قبل الركل نعم واستمرت زين ام لا هني مهم جدا خاصه في الكور هذه عطني اللعبه تراس ووقف اللعبه لحظه الركل لحظه الركل هل اليد هني ابو بدر ابو احمد انت تقولون اليد طبيعيه نعم صح نعم ابو فهد يقول لا اليد غير طبيعيه الحين في اللعبه هذه هل تغيرت هل تغير وضع اليد بعد التسديد أو ابدا لا؟ حتى لما لامست الكره ابدا بدوران اللاعب بدوران اللاعب تغيرت اليد يا اخي ابتعاد ابتعاد شو متحرك انا اسال ابو احمد ابو بدر يقول ابو احمد يقول نفسه ابو فهد بالهداوه ابو فهد اي لا بالهداوه اي بالهداوه اي لا بالهداوه تفضل ركز ركز ارجع 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 شوي ارجع شوي عشان اتكلم مع ابو بدر شرح انا لشرح. انا بالامانه إيه رجعت الاستديو اي انا فاهم على اساس المشاهد يعرف حاجه مهمه جدا يعطي قرار في التعديلات نعم. نعم قبل التسديد زين لما تكون اليد طبيعيه نعم. زين زح. وتروح الكوره إيه بعد طبيعي. التسديد إيه وتضرب اليد زين زين ارجع ريوس ارجع لي ريوس لا ارجع بعد ريوس ريوس لين وابي اللاعب هو واقف انا اتكلم عن لحظه التسديد ايه هذه الحين شوفوا بلاد هاي لحظه التسديد شوف اليد الحين وجهه وين للكره طلع الكره طلع الكره حلو طلع الكره حلو شوف عم بيلف شوف ركز ركز حلو ولف لف اليد معاها حلو ركز ضربت في الكوع اسالك سؤال ابو فهد اليد من ورا اسالك سؤال ابو فهد نعم انت شوفها تحركت اليد ولا لا انت بنفسك تشوف هل في وضعها الاساسي اول ما ركل لا افتر افتروا معها ايه ليش افتر؟ افتر انا اتكلم انا اتكلم ما اتكلم عن الجسم زين انا اتكلم عن تشريح اليد يد افتر معها الحكم احتسبها ولا لا؟ طبعا ويات جول ها؟ ويات جول ويات هدف نعم صح ولا لا؟ ايه انا اتكلم ايه؟ عن حاجه معينه نعم ابو احمد ابو بدر نعم زين هل اليد تغيرت او ما تغيرت ما تغيرت بدر؟ ما تغيرت ما تغيرت شلون تغيرت تقول ابو فهد شوف انت وين شوف مشي 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 كمل كمل تفضل تفضل كمل 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 اوكي تحركت تحركت طب قدامك تحرك واضح ليه ضربت الكوع حرك الجسم بعد هاي ما تحركت يا ابو فلان لا وقافز اللاعب لو كان واقف بقول لك خلاص خلاص قفز قافز باجيك خلني اكمل لك نعم خلني اكمل لك التشريح زين انت ايش النوايا اللي تقراها في اللاعبين النوايا اللي اقراها في اللاعبين انا والتشريح اللي قلته مساء اعجبني اني انا متى اعاقبك لما بقطع كوره اي بس كوره ملعوبه بس هني هني في 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 موضوع مهم اللي هو هني ايه؟ بالنسبه للاعب نعم. لاعب دحيل اوكي موضوع مهم زين كمل انت ايش قلت
الإجابة كانت في لسانك اللي هي أنت قلت إن الـ إن الـ إن إن اللاعب عطى ظهره للكرة لأن يبي يتجنب الكرة. يعطي ظهره لكن ايه؟ يحرك اليد. بالنسبة لليد هل تحركت؟ طبعا تحركت. مش نفس الوضع الأول يا أبو بلال. أنا أشوفه ما تحرك. لا تأدي اللي تقول. أنا أدي بتقول هالكلام. لا لا لا. لا أنا أقول. لا والله لا لا لا. شوف شوف. أنت رأيك شوف. قلت لك روح للنية. بدر 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 هذا رأيك أنت. أنا محلل أقول لك هذه ركلة لمسة يد. لما أنا لاعب. إذن أنت تقول هاي. 100% الحكم احتسب لمسة يد. نشوف اللعبة هذه. نشوف التنفيذ عند أبو أحمد. نشوف اللعبة هذه. نشوف الحكم عطى اللعبة كابتن. تنفيذ تنفيذ. هذه ببلا هذه. يبي التنفيذ ببلا ما يبي شيء. عطني اللعبة كابتن. التنفيذ يا شباب التنفيذ خلاص احتسب. اوكي الحكم احتسب قريب نعم واخذ القرار. لا 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 يا كابتن لا 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 استاذ شريف بليز بليز خليك معاي ها بليز هذه اللعبه الحكم قريب نعم صح ولا لا نعم زين في انذار ولا لا؟ لا ما تستاهل انذار. ليش؟ لانها تعتبر لمسة يد فقط. اوكي. بس. عطني التنفيذ. عطني التنفيذ من عند اللعبة هاي؟ عندي طبعا التنفيذ طبعا التنفيذ صحيح مباشرة في الهدف والهدف صحيح. شوف دخلت الكرة هدف مباشرة. مباشرة. هدف صحيح. الهدف صحيح بس أنت تقول ما في لمسة يد. لا الهدف تنفيذ. التنفيذ. إيه التنفيذ. أما الهدف تحرك وتمركز الحكم. أبو أحمد نشوف الحين احنا خضينا عن خميس المري اللي هو التحرك والتمركز الآن نرجع للأستاذ لو سمحت من الأول لو سمحت اللعبة من البداية أبو أحمد نعم مشي الله يحفظك مشي الله يحفظك شوف إيه اللعبة بنمشي الحلقة الآن نشوف الحكم هذا تمركزه قراءته وتوقعه نتكلم عن القراءة والتوقع حلو شوف القراءة والتوقع لحظة اللعبة شوف خلي اللعب الكرة الآن شوف الحكم التوقع والقراءة جعلت انطلاقته سريعة ردة الفعل طالع هني الآن وقف اللعب الآن اللاعب هني في موقع الآن هني اللاعب في خطأ صار له الآن في خطأ هني حصل للاعب خطأ الحكم كان قراءته صحيحة مشي اللعب الآن نمشي شوف عطاي تحت فرصة لاحظ بيدك بشوف اليد شوف اليد تحت الفرصة لاحظ التحرك وقف للعب لو سمحت الآن شوف الحكم انتقل لهذه الناحية شوف اللاعب الحكم الآن مش اللعب الآن حلو. شوف التحرك ماله شوف حلو. شوف امشي يا كابتن امشي شوف اللعبة هناك شوف الحكم وقف للعبة أيضا كما هني لو سمحت شوف الحكم وين هي أخذ المكان الصح ليشاهد تمام. اللاعب تمام هو مشي أبو أحمد مشي على مشي. كل مشي. امشي بعدين شوف الحكم مشي اللعب لو سمحت شوف اللاعب الحكم تمركزه صحيح وقراءته صحيحة ووصل لمكان الحدث بأسلوب من خلال التوقع والقراءة الصحيحة اللي هي أدت إلى ردة الفعل القوية ومن حيث تحت الفرصة من حيث التمركز من حيث تمام التحرك. يعطيك العافية أبو أحمد خطأ لصالح حارس قطر وأنذار لاعب تحيل رقم 13 أبو فهد احنا بنشوف اللعبة دي أبو بلال هذه اللعبة نشوفها طبعا نشوف الدخول اللعبة بتبين لكم أنا قبل لا أضيش في الاعتبارات كرت أحمر لم يراعي سلامة المنافس والشيء الثاني واو. إن نظرات عيونه للحارس يعني لو كانت عيونه فوق في السماء بقول ما يدري لكن لما أنا عيوني متوجهة بوجه الحارس معناته أنا لم أراعي سلامة المنافس شوف الجوت أي طبعا أنا شو أقول لكم بلاد أنا شوف الحارس رفعتي رفع بهالطريقة ودخول بالوجه هذه أروح لأعطيه كرت أحمر أقول له لو سمحت هذه كرت أحمر تمركز خميس المري الغير صحيح خلى يتكل على الإضافي وياخذ القرار من الاضافي وهذا عدم تمركز صح شوف خميس المري وانا قاعد يرجع للخلف الكره قدامه ويرجع شو سوى كمل خميس المري تمركزه مع اللاعبين اللي اعطاه القرار الاضافي لكن انا كمحلل اقول لك التحمر عندي اعتبارات عقب ما تاخذ راي زملائي ابو بدر والله ابو بلاش تحكي على ابو بدر عطني الجواب في غير كرت الاحمر ابو بدر كرت احمر الله يرحم والديك مش قلتك انا ابو احمد طبعا حاله شرح احمر مستحق لاستخدام قوه مفرطه تجاه اللاعب واللعب العنيف من الحكم الاضافي عبد الهادي الرويلي معقوله هو اللي اعطاه هو استعان فيه ما شلون انا اقول استعان فيه شلون اعطاه
هو الخميس معلومة عندك؟ إيه معلومة عندي. اللي الخميس كان ما يدري بشيء. المعلومة عندك إن عبد الهادي الرويلي قال. أنا ما أقولك معلومة على الهواء. خلاص صدقك. خميس المري كان في موقف ما كان صحيح فتخسبك. من عطاه المعلومة؟ كلم الإضافي. قال شو اللي صار؟ الخطأ للحارس ولا المدافع؟ بدر. قال الخطأ اللي صار الحارس ولا المدافع. وبلال إحنا حضرنا اجتماع أمس. خلي اقول لك كابتن خلي اقول لك تبي المعلومه الصحيحه تبي الكلام الصحيح اللي صدر من الحكم قال انا صفرت ما ادري شنو صفرت وقال الحكم قال انا صفرت مكاني مو بصحيح صفرت بدر بدر الحكم يبي نقاط من المساعي الاضافي انا اسالك سؤال شنو عندك انت المعلومه ان الاضافي هذه سؤالي ما سالتك انا عن التغييم يا كابتن مو التغييم يا ابو بلال انا اتكلم لك الحين سؤالي ما عندي معلومه ما عندي بس خلاص ما عندي معلومه ابو احمد طبعا ما عندي معلومة عن الحكم الإضافي لكن أنت لو ترجع اللعبة أبو لال شوي لو سمحتي بس ما عندي وقت بعد إلا بعد الاعتبارات ممكن أقولها بسرعة الاعتبارات مسجلة إيه نشوف أول شيء هل أسألك سؤال فضل والله العظيم أقسم بالله فضل. أنا أحييك إنك جايب اعتبارات عطني الاعتبارات أستاذ شريف عطني الاعتبارات الله يرحم والديك شوف أول هذا أنا أحييك بس على دخول اللاعب المهاجم بالصورة هذه والله العظيم ولا أنظر أي اعتبار أنا معاك ببلاه لكن في ناس عطني الاعتبار هل أظهر اللاعب عدم انتباه أو اعتبار عندما قام بالالتحام بالمنافس طبعا لا ما هي سرعة أو قوة اللاعب عندما قام بالالتحام كانت سرعة متجه للحارس بالضبط هل التصرف من المنافس يعتبر سلوك مشين لا مش سلوك مشين ولكن يدخل في اللعب العنيف بالضبط زين هل كان اللاعب ينافس على الكرة عند الالتحام في البداية كان ينافس ولكن عند الالتحام السؤال لا خليني أكملك كان في البداية ينافس ولكن تمادى لتحول إلى عند الالتحام لا ينافس لا خلاص. أنا قلت لك في البداية لكن أوكي. تحول من المنافسة إلى دخول العنيف كمل على المنافس يا أبو فهد كمل. هل كان الالتحام يضع المنافس في وضع خطر في وضع خطر وخطر خطر للمنافس نعم. بالضبط الكرت أحمر لازم هذا ني كرت أحمر الحكم ما أخذ أي قرار نعم اوكي وبلال الحاله بدات بتهور وانتهت باللعب العنيف هذه الحاله اللي مساء معي ولا كيف بدات تهور لا على بلال الحكي انا دخول اللاعب اساسا بدايته دخول بتهور انتهت باللعب العنيف لا 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 مع احترامك لا دخل بدايه مال صح لكن تحولت يقوم فضه لان يعطيك العافيه ابو فهد على الاعتبارات يعطيك العافيه دقيقه 73 و40 هاي اللي سال عنها احد الاخوه صح من خلال خطا جاء منه هدف دحيل زائد تصرف حكم المباراه زائد انذار لاعب قطر رقم 3 ابو بدر الخطا موجود ابو بلال لاحظ في دخول من علي حسين اللاعب العراقي على لاعب الدحيل بس غير مقبول يا خميس هذا انت حكم المباراة لا تفقد سلطتك صلاحياتك اذا اللاعب بعد الخطأ لحظة شوي انت قلت الخطأ موجود خطأ موجود وين الخطأ لو شوف عطني اللعب جيب الزاوية عطني اللعبة اول شيء يثبت لي عن طريق اللعبة وبدرش بلاكم انتو يا جماعة والله بلان شاء الله سلمك انتو تسبقون الحدث انت قلت لي هني الفاول اوكي طيب وين الفاول الحين يجيك شلون انا تقنعني وتقنع المشاهد ان في فاول الحين يجيك الخطا طيب وين الخطا هذا اللي عاده بتجيك لا تستعجل وين الخطا لا تستعجل هذا الخطا انا ما استعجل هذا الخطا هذا الدعس ابو بلال بقدم الشمال على ارجع شويه الراس حرك يا الراس ايوه اي حركه قدم الرجل قدم الشمال لاعب قطر قدم الشمال على قدم انطل... اليمين لا 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 نطلعها بس ضروري تطلع صح كلامكم بلال قدم الشمال في دعس على لا يستحق الانذار هذه فاول ابو فهد فاول نعم دعس ابو احمد خطا نعم دعس على تمام الفاول صحيح اوكي نروح بعدين بدر عندك الجزء الثاني تصرف خميس المري مع اللاعب نادي قطر علي حسين غير مقبول نهائيا واسمعني على الهواء يا خميس عندك صلاحيات عندك بطاقات انضباطيه احمر اصفر لا يجوز اطلاقا هذا السلوك وهذا العنف مع اللاعب مش سلطتي استخدمها في القانون لاعب حصل منه خطأ اعاقبه انضباطية بالضبط انا اشوف صراحة يعني الحكام اخواننا وبرنامج الحكم برنامج الحكم من اهداف البرنامج المهمة في التحكيم القطري احنا لاحظنا في عندنا مسجلينها
مسجلينها يمكن حوالي 25 حالة موجودة عندي، 25 حالة للحكام لما يصير يجي اللاعب يكلم الحكم. أنا أستغرب يا أخي، مثل ما قال أبو بدر أو أبو فهد أو أبو أحمد، أنت كحكم لك الكاريزما، لك الشخصية، لك الاحترام، ما في شك من اللاعبين كلهم، لكن لازم تراعي الحالة النفسية للاعب، لأن بعض الأحيان أنت بسبب التصرف اللي تسويه هذا نفسية اللاعب تنزل، يأثر على الفريق، لأن اللاعب يلعب وين؟ لما تصير مع 3-4 لعيبة مميزين في الفريق زين، نفسية اللاعب تنزل، لما تنزل نفسية اللاعب ما يؤدي الأداء المطلوب منه من المدرب. فرجاء يا حكامنا يا أخواننا، التعامل يا أخي، أنا عندي في مخباي كرت أحمر وكرت أصفر، أنا المسيطر. طيب كيف أسيطر إذا أنا ما أقدر أسيطر بالصورة هذه؟ ما تسيطر كثير كثير. أنا وبالأرقام 25 حالة اللي هو الحكم يجي يتصرف. عطني يا أستاذ شريف، عطني إياها، الله يحفظك. اللعبة هذه زين، عندنا 25 حالة مسجلة. طيب ليش مو أنت تقول له لو سمحت يا كابتن مرة ثانية زين أنا أصفر، لا تسوي كذي وأنت هنا. تعرف ليش؟ حتى لو جاء اللاعب يجي يهاجم على الحكم، يا أخي أنا أمتص غضب اللاعب. صحيح أبو بلال، تعرف ليش سوى الحركة دي خميس مري؟ لأنه أخطأ في القانون خميس مري. تعرف سوى ليش خميس مري زمر على اللاعب؟ دخلت في نيات أنت؟ طب بشرح لك على الشاشة، ما في نيات، في واقع. جيب اللعبة. شلون؟ جيب اللعبة. شلون؟ قطر فايز 1-0. أوكي. جيب اللعبة. عقب ما يطلع صفرت الحكم، ركز معي، ركز على اللاعب علي حسن. مشى 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 اللعبة. لا تكون خلاص تمشي. شوش بيسوي اللاعب؟ شوش بيسوي؟ اللاعب خذ الكرة وغلها. خلنا نتكلم على الهواء ونشوفها، وما كذي ما نتكلم. مشي اللعبة، مشوها، خلاص تمشي، خلاص تمشي. زين؟ مشي اللعب يا كابتن. زين الحين كم هو عمل خطأ من الأخطاء 12 من المادة 12. هنا إيش سوى أبو بلال؟ أنا لاعب فايز 1-0، أنا قطر فايز 1-0، خلوا هالشي لا تكفونه. إيش سوى طريقة اللاعب؟ شو سوى أبو بلال؟ شوف حذف هذه الدش في خانة السلوك الرياضي. بالضبط. هنا خميس مالك حق تزمر عليه. طيب هذا أصفر، أنت هنا لا أنت تعطي أصفر، إجباري أصفر. اعتراض خلاص. إجباري أبو بلال، ما فيها تسيئة. لا. أنا ما. خميس المري بيطلع شخصيته. لا 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 اسمح لي. الطريقة هذه مو شخصية. لا لا قول لا إله. لا إله إلا الله. لا مو شخصية. بس خلاص. إيه. تبي واقع. لا نتكلم. بس في. لا مو شخصية. لا في خط خارج من القانون. بفهد. مو شخصية. بفهد. هذه مو شخصية. أنت مو جالس في البيت. لا ما بدافع عنه. أنا ما دافع. بفهد. طلع ده. حول ولا قوة إلا بالله. كيف لو سمحت اللي سوى فاصل يا استاذ شريف، نطلع فاصل لو سمحت استاذ شريف، لو سمحت كانهم يا هال عند اصغار لو سمحت. لو سمحت انت ما ترضى، اي ما ترضى. اهلا وسهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام. الامور طيبه ابو فهد صح؟ اي طبعا طيب. ايه اكيد ابو بدر. لا الامور شرف. عندك تعليق؟ لا الله يسلمك. اللي صار في اللعبه هاي كمل يا تكمل ابو بلال. اللي طبعا احنا قلنا السلوك اللي صدر من حكم المباراه غير مقبول نهائيا. نشوف التنفيذ ابو بلال، التنفيذ صحيح والهدف صحيح. عطنا التنفيذ. الخطا موجود بالدعس والتنفيذ صحيح والهدف صحيح. عطني التنفيذ كابتن. ترى لا 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 لا
لا لا اللي من فوق اللي من فوق. أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء وقف. ممكن حد أبو بدر تقيس لي هل 10 أمتار؟ يا سلام عليك، هذا من 9 أمتار 9 أمتار و15 سنتيمتر أو لا؟ إن شاء الله لو سمحت. إن شاء الله حاضر. اللي هي الحيطة إن شاء الله. وبلال هذه النقطة؟ اللي هي 11 ياردة بالضبط 8 أمتار بالضبط طبعا، ولكن هذا لا يمنع أن الهدف دخل والهدف صحيح. أنا معاك بس المفروض ببلال أن الأمور هذه مهمة مهمة جدا لسلامة اللاعبين. سلامة حتى اللاعبين الرغوة ببلال، حتى الرغوة المفروض أن الحكم يشيل اللاعبين في 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 أنا معك هذا. معك صحيح. خطأ لصالح قطر، هل يستحق القرار الإداري زائد انذار لاعب قطر رقم 70 على مقاعد البدلاء 75 دقيقة 75 عندك يا أبو فهد؟ شوف هنا طبعا الحكم اتجه للاعب من الاحتياط، وطبعا القانون مسموح له يطلع له انذار اذا حس انه عمل سلوك رياضي، واذا السلوك مشين كرت احمر. هنا طلع الكرت الاصفر. طبعا اللاعب هذا لابس رقم 70 على الشورت ولابس على الجاكيت اللي لابسه 77 77 طبيعي انه في السكور عند الحكم الرابع مسجل 70، فيفترض من الحكم كمنظر عام الناس تشوفه يقول لو سمحت افسخ الجاكيت اللي لابسه خلينا نشوف رقم الفانيل اللي لابسه. الحكم الرابع ولا الحكم؟ الحكم سعفا اللي رايح هو خميس مري وهم طلع الاصفر بدر يقول لو سمحت بطل الجاكيت اللي عليك، لسبب انه يبين للناس ان الرقم ال 70 على الشورت هو نفس ال 70 اللي على الفانيله، لكن هو مسجل في السكور عندي بس مجرد تعليمات يعني. تمام. دقيقه 86 سقوط لاعب دحيل داخل 18 زائد تسلل على دحيل ابو احمد. نشوف الدقيقه 86 طبعا هني الان نفس اللاعب الان في دفع وفي تسلل. الان احنا نتكلم عن موضوع التسلل والتعديل الجديد. التعديل الجديد يقول لك ايهما سبق الدفع او التسلل. احنا في راي انا في رايي في هذه اللعبه وفي القانون ان التسلل حصل قبل الدفع. لاحظ خليه يلعب الكره الان استاذ، الان بعدها ما لعبه الكره شوف الكره الان وصلت في التسلل قرار المساعد صح. قرار المساعد صحيح 100% تمام 100% صحيح قرار. اعطيني احصاءات كابتن. 23 خطا 22 صحيح 1 غير صحيح. مباراة صعبة أبو بدر. مباراة صعبة. عطني 7 خميس المري 8-6 زاهي سعود أحمد المنديالي. أبو فهد مباراة صعبة، الحكم 7.5 والمساعد 7 والمساعد سعود أحمد 8.5 والمساعد الثاني 8.5. أبو أحمد صعبة المباراة، أعطي الحكم أنا 7 المساعدين 8 و7 8 و7. ليش أعطيته 7؟ في ركلة جزاء في الهدف الأول لصالح قطر غير صحيح أنا وأبو أحمد قلنا، وطرد لاعب الدحيل لما كان قطر فاز 1-0 المفروض اللاعب حتى لو الهدف صحيح الأولي 1-1 انتهت 1-1 أثر المباراة لاعب يطرد في المفروض يطرد ما طرد. ناخذ العناوين للمباريات الثلاث القادمة. تحركات وثقة وهدوء نايف القادري أسباب نجاحه في المباراة. أيضا التمركز والتحركات والقراءة لعبد الله العذبة تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة بأريحية. الهدوء والثقة سمة بالنسبة لي حكمنا الدولي خميس الكواري. عندنا الشحانية والسد نايف القادري. أبو بدر عندك أول لعبة تفضل. إن شاء الله تدخل على حارس الشحانية أبو بلال، هل يستحق قرار إداري أم لا؟ تدخل على لاعب الشحانية أبو بلال. شوف اللقطة ببلال، الحكم واضح بعيد، لكن تدخل اللاعب الأسباني جابي على اللاعب الشحانية في دخول بتهور يستحق القرار الإداري الكرت الأصفر. قرار الحكم كيف؟ قرار الحكم القرار الفني صحيح، الإداري غلط ما أعطى، يعني ما أعطى كرت، ما أعطى كرت، مفروض كرت الأصفر. أوكي اللعبة الثانية عندك يا أبو فهد، عندك اللعبة الثانية بفايد. شوف حطها لصالح السد. شوف اللعبة هذه أول ما سلم الحارس الكرة كمل كمل كمل، قام بركل المنافس سجل ركل بسيط. الحكم إذا لم يطلق صافرته معناته لازم تحسب ركل الجزاء على حارس السد وإنذار للتهور، مش أحمر لأنه ما وصل للسلوك ماشين ولا وصل للسلوك العنيف مع المنافس. لكن أنا لما أركل المنافس بالطريقة هذه وأنا ماسك الكرة سبة تحتك معاي، يفترض من الحكم
يعطي قرار ركلة الجزاء وينظر على بدر. وبلال تسمح لي بس اللاعب انا اسالك يعني هل انت تأيد الكلام هذه؟ لا ابو بلال شفت انت اللعبه فيها شيء ابو بلال تشربك اجلكم الله الخيط الجوتي اللابتشين مال حارس المرمى مع المهاجم علق كلام الجوتي. كلام مقنعها شنو بلال ما في خطا شنو ما في خطا ما في رفسه دقيقه وين الحارس تعشف. اول ما استلم الكوره كابتن لحظه شوي وهو نازل كمل 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 كيف كمل انا اثبت لك الحين ابو بدر بس وقف وقف وقف, وقف. ارجع ارجع كراس ارجع لا 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 واضحه ارجع ارجع كراس بس وقف ارجع كمل ثاني هذه ايه هذه اوكي كمل 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 استلم الكره كمل 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 روح بس وقف الرفسه هاي لا 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 لا, لا. تشربك الجوتي مع الجوتي لا لا كابتن كابتن مع احترامي والله العظيم لا لا لا, لا 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 تحلف ابو بدر اقول لك والله تشربك الجوتي ابو احمد والله ما في ركل طبعا في ركل من الحارس ايوه ركل وبدر شنو تتشرب رايك واحترم الجوتي مع الجوتي احمر ابو بلال لان يسمونه تهور مش احمر يعني لا اصفر فقط وركله جزاء لازم تحسب الشحانيه لا صفر قبل هني النتيجه كم ايه على شكت هني النتيجه كم كانت النتيجه هنا في 1-0 للسد 1-0 للسد كان يكون تعادل اوكي اللعبه اللي عقبها تحركات الحكم طالبها شاشه ابو بلال هذه اللي تسمح ايه ابو بلال شوف ليش على السريع ليش نقول لك بس وقف وقف ستوب بدر تفضل بدر تفضل تفضل بدر على السريع ابو بلال اول شيء هذا الحكم التحركات عشوائيه ولا مدروسه ابو بلال كمل اللعبه شوف الحكم الرياكشن مال توقع وين تلعب الكره مر الكره كمل الشاشه كمل شوف تغير اتجاه اللعب اتجاه بوزيشن الحكم يطالع اللعب النشط الفعال وين منطقه العمليات وين بس وقف الان الحكم يشاهد اللعب لما تغير اتجاه اللعب الكره سوف تتمرر بهذه الطريقه وبلال اوفر اسرع يا ابو بدر فديت روحك إن شاء اسرع ان شاء الله مشي اللقطه التحركات مدروسة ولا لا ابو بلال جهة اليمين تحرك الحكم في منطقة اللعب النشط الفعال رجعت الكرة في جهة الشمال الحكم ايضا ماخذ استعداد حتى ينطلق الجهة اللعب الجهة الشمال الثانية شوف ابو بلال لما صار في مس باص هني ورجعت اللعب الشحانية شوف ابو بلال هذا المس باص الحكم وين فيه تغير اتجاه الحكم بهذا الاتجاه ايضا لتحرك اللعب في اتجاه الشمال كمل اللقطة تراس لو سمحت كمل كمل روح روح شوف ابو بلال الحكم وقف اخذ الكفر شوف الزاويه الانجل واسعه عنده تحرك تحرك مثالي جدا حرك حرك اللعبه حرك اللعبه خلينا نشوف الحكم شوف ابو بلال تمام لما تحرك صار عند بيني بين وقف 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 تمام تمام وقف تمام وقف. تمام شوف ايش كثر بيني بين اللعبه الحكم بالضبط. مترين بالضبط. لما الكره اللعبه جهه الشمال ابو بلال هذا التحرك المدروس شنو تجي عنده ابو بلال لاحظ هدف لما تحركت الجهة بالضبط في 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 منتصف الملعب لاحظوا بلال تحرك الحكم بالضبط شوف هدف التعادل للشيحاني هدف التعادل بوبلال تحرك كان مدروس جدا من نايف برافو يا نايف سقوط لاعب السد داخل 18 ابو احمد الدقيقة 60 و35 طبعا القرار انا اقول لك قبل انا اشوف الحالة وشايفه سقوط طبيعي او تلاحم طبيعي واستمر اللعب هو الصحيح وتمركز الحكم لاحظ التدافع بين الاطراف الاثنين تمام والقرار صحيح ولا ناخذ الاحصاءات في المباراة عطني الاحصاءات 22 اطلق الصافره 21 مره صح نعم مباراه سهله عاديه اقول عاديه متوسطه صعبه ابو بدر متوسطه المباراه اللي عطني ثمان الجميع 8.5 ابو احمد متوسط الصعوبه الحكم 8.5 نفس الشيء ابو فهد ثمان المباراه متوسط مستوى الحكم 8 في ركله جزاء تحسب لصالح الشحانيه والمساعده هو 8.5 والمساعده الثانيه 8.5 صح انه ما اثر المباراه لك الخور والسالية الخور والسالية سقوط لاعب السالية داخل 18 دقيقة 33 ابو احمد نشوف الدقيقة 33 طبعا هني في سقوط والقرار صحيح طبعا استمرار اللعب ما في وجود خطأ لكن نلاحظ اللعبة عشان نقنع المشاهد المتابع لا سقوط هو قال لي ما شك كمل كمل أيوة هذه شكل لمسة الكرة غير هذه تختلف أوكي أيوة. كمل إيش راح الحالة نشوف هذه شكلك لجزاء الخور لمس اليد نشوف هل هناك لمس متعمد أو غير متعمد الآن خلنا نشوف الآن أعطينا اللعبة لو سمحت
خلينا نكمل اللعبة. أبو أحمد، أبو أحمد عطني قرارك يا أبو أحمد. القرار هذا القرار أنا أشوفه غير متعمد. اليد طبيعية، لاحظ الآن واضح اللعبة غير اللعبة غير ما فيها لمس متعمد. شوف اليد غير طبيعية، يعني غير طبيعية يعني ما في لمس متعمد. اليد ممتدة من الأساس، هي الكرة من تذهب إلى اليد. أنا أقول لك الجزم غير طبيعية، اليد تحولت من طبيعية. وبدر سمعت اللعبة بلال لحظة الركل إيه؟ وضع اليد طبيعي. لا كيف كن شوفها على بطيء، شوف الحركة ده ألقينا الطبيعي. برجع وبقول لك، شوف كم بقول لك بفايد بقول لك برجع وبقول لك في شيء مهم. زين أنا ما علمك، أنتوا حكام دوليين. ها نمسك على نقطة واحدة طبيعية. لا 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 مو بس كذي. بعد في المسافة. لازم أنت تشوف المسافة، قوة الركل. مش قوة الركل شوت يعني. أنا كمدافع سويت، أنا عطيت ظهري للكرة، يعني أبي أخش مو متعمد. فهمت قصدي؟ الكرة راحت لليد واليد كانت طبيعية. بالنسبة حركت بدري يا أخي، اليد طبيعية، اليد طبيعية قبل اللعبة. الدقيقة 70 شكرت ركلة جزاء للخور لمس يد بفهد. نشوف الدقيقة 70 ونشوف هنا إنه في شك ولا نشوف اللعبة. طالعها بالعادة بطيء ونتكلم عنها. شوف هنا هذه مهمة. ها إيه لمسة اليد. إيه طبعا أنا عارف. إيه مهمة مش أي مو بأي يد. بس أنا أجي وأقول لا 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 ركلة جزاء. كمل ضربت اليد وهي في وضعها الطبيعي وطلعت برا. شوف هذا اللي وضع طبيعي، يده ما قاعدة مكانها، طقت وراحت ما حرك منها ولا جزء. هذا يقول عنها طبيعية بدر. لما أقول طبيعية هي طبيعية. ركلة جزاء للخور دقيقة 77 بو بدر ركلة جزاء صحيحة، تمركز الحكم في مسك من مدافع السيلية أبو بلال. تمركز الحكم الرائع عطاه الريحي في اتخاذ القرار. شوف يشاهد يقول لك في مسك مركزه في 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 جزئية المباراة ومشاهدة الحالة تماما. كل هذا تنافس، هذا المسك أبو بلال. واضح مسك، مسك واضح والمسك طبعا من غير انذار عشان نوضح. شوفوا بلال كل هذا فايت صحيح تمام، لكن هذا اللي مش صحيح. عطني الصوره الاولى، عطني الصوره الاولى يا استاذ. ايوه شوف اي روح عاديه خلها عاديه. لما اقول لك شوي الحين شوي روح برضو اقول يعني هني الحكم ليش متعصب؟ هاي الرساله اللي احنا المفترض اللي هاي الشيء اللي ويشرح لهم ببلاد مفقودة. ما عليه مو بالصورة هذه كابتن. إيه أسلوبك يا مو بالصورة. لا مو أنت لازم كابتن، لازم تنزل إلى عند اللاعبين. صحيح. لازم تخلي اللاعبين يكونون أصدقائك. نعم 100% لازم. بس هو يقول لهم يقولون لازم تهدى كابتن، لأن يعني أتمنى زين من عبد الله العذبة شوي يغير في الأمور هذه، لأن أمور هذه والله العظيم مهمة يا أخي. أنا كنت لاعب كرة. صحيح. وإحنا لما ينزل حكم صحيح. نحبه، وفي حكام ما ندانيهم بكل أمان. كلام صحيح، كلام صحيح. إي والله صحيح. ما أبي أقول أسماءهم الحين. لا وين والله صحيح كلام صراحة يعني منهم. لا ما راح أقول خلاص الدقيقة. لا أبو فهد أنت حكمت لي أبو فهد؟ لا أنت شايف، أنت شايف ما لحقت لي حكمت لي أبو فهد؟ لا شو ما حكم لك، هو أكبر منك. ها إيه دقيقة 81 عندك أبو بدر. روح سقوط لاعب طبعا هذه شاشة بس بغير شاشة أبو بلال. طلبنا شاشة بس إدراكا للوقت ما نبي شاشة فيها أبو بلال. تنافس طبيعي على الكرة. حارس المرمى لم يمنع المهاجم نهائيا من لعب الكرة تمام، فالتنافس طبيعي. الركنية ليست على لمس الكرة. الحارس نعم لم ينجح ما فيها شيء يعني أبدا. بدر شفتها أنت، بك تشوفها أنت بدر بلال اللي هي هذه. أنت شوفها، شوف اللعبة وانت حلل عليها. ما بيحلل أنا إيه أنا ما حلل. لا حلل عليها أنا ما حلل. شوفها بالعادة بطيئة. لا أنا ما حلل. لا طالبك تشوفها. لا والله مستحيل. هل صاد الكرة الحارس؟ كمل 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 لم يلمس الكرة. لما أخذ أنا أقول تبي رأي؟ إيه قفز على المنافس. بيض الله وجهك. إيه بيض. أنا إيش سألتك أنا؟ هذا العمال. هذا القانون في العمال. لما أجي يا بدر للاعب إيه بس هاي تخمين مني أنا. لا مش تخمين. الأهم لا لا الدورات اللي رحتها. لا لا خلك من الدورة. لا 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 لا. أبو أحمد شو تقول أنت؟ أنا أشوف أبو بلال أراها لعبة عادية. خلاص تلاحم بدني طبيعي. شوف الحارس. خلاص. شوف الحارس وين يبحث عن الكرة. أنت شو تشوفه؟ أنا أشوف ما فيها شيء. بدر أنت شو تشوفه؟
انا مش حاش مش الحاله عندي ايش ايش قلت الحال انا ما فيها شيء ما في ابو فهد 30 ثانيه من الاتجاه الثاني الحارس طلع من المرمى والمهاجم هي نفسه يبي يستقبل كرة بالسد الراس دخول اللاعب الحارس بجسمه من الظهر علي انا اقول خفز على المنافس اسمعني هاد غير هالشكل ببلان هو خافز ليش عشان يقطع الكوره انا يعني بزهد ضغط ليش اسمع من خلال اشوف انه هذا في قفز هل الحارس قطع الكوره هو رعب ما قطع الكوره دخل علي ودعمني من الظهر ولا شوف الحين كمان ما صاد الكوره ابو بدر ايش عندك ايش تعليق ركلة جزاء للخور لم تحسب تمام ايش ركلة جزاء للخور لم تحسب ايش ببدر هل حارس المرمى منع المنافس وصول الكره كره في الهواء شو دخل المنافس خلاص عبد الله شرحت يا اخي لا سؤالك غريب يا اخي خلي كمل ابو بدر خلاص لا يقول منع زي خلاص كره في الهواء انت جاوبت انت خلي الرجال يتكلم يا اخي خلي الرجال يتكلم يقول منع انت يا كابتن احنا سمعناك وسمعنا ابو احمد زين ها خلي نسمع الرجال ابيك تجاوب انا والله اسكت والله العظيم اسكت تفضل والله اسكت انت ما تقبل جوابه كم مره بدر تفضل ابو بدر شغلك لا تسمع انا اتكلم مع بدر مو بشغلك ابو بدر ابو فهد عاد اهدى عاد لا يدخل شو لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي تتكلم في التحليل يا ابو بدر ابو فهد مين فاز هي قاعد اتكلم مع ابو بدر اختلف مع ابو بدر ابو بدر يختلف معي مش عيب ليش حلوه اختلف مش عيب يا لا 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 لحظه انت قلت مو بالفزعه الفزعه حلوه على راسي بس الفزعه زين يامنون البلد ابو بدر مختلفين قول لي مو بالفزعه الله يهديك ما مختلف انت مختلف معايا صل على النبي صل على النبي ابو بدر ابو بدر تفضل الحارس يلا ابو بدر عطني ما في شيء الحارس لما ذهب بمنافسه المهاجم هل المهاجم حاول يقفز الحارس مره بنعمل القفز سؤال اللاعب ثابت اللاعب سلبي وقوفه سلبي زين سؤال انا اسالك انت الحين سؤال عطني تراس اللعبة إيه؟ إيه؟ لحظة خروج الحارس نعم. أنا أسألك أنت سؤال تفضل. الكرة وين رايحة؟ رايحة عند المهاجم لا لحظة عاد تفضل لحظة الكرة فوق تفضل إيه؟ إيه؟ في الهواء ليست بسيطرة أحد الكرة في الهواء إيه؟ سؤالي إيه؟ ها؟ إيه أو لا تفضل. لك وحق أبو أحمد نعم. هل هني لو المهاجم مب الحارس قفز بالصورة هاي يقدر يسيطر على الكرة ولا لا؟ هل المهاجم أنا الحين سأسألك لا لا لا, لا, لا ما يقدر جو ما يقدر ما يقدر ها ما يقدر ما يقدر يسيطر لا ما يقدر يسيطر يقدر يسيطر يقدر يقدر يسيطر بس خلاص يقدر يسيطر بس خلاص خلاص انتهت خلاص هذه اللعبة نروح اللي عقبها خلاص 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 يا شباب خلاص كلامك صح الحكم يأمر لاعب الخور رقم 15 الخروج لتنظيف الدم الدقيقة 84 أبو أحمد نشوف الدقيقة 84 و85 أنت لاحظ اللاعب كان أصيب في رأسه اللحظة اللقطة الأولية طبعا أخرج برا للعلاج ومن ثم تنظيف الدم بإشراف الحكم الرابع رجع للملعب مرة ثانية الحكم اكتشف أن الدم لا زال في رأسه من فوق طلب منا الخروج وهذا الشيء الصحيح شوف الدم وين لا زال الحكم طبعا طلب خروج للتنظيف مره ثانيه والتاكد من انه ما وجود عدم وجود دم ومن ثم الرجوع الملعب وهذا ما قاموا به طبعا التنظيف مره ثانيه وضروري ضروري نعم. هذه كانت اخر لعبه في مباراه الخور السيليه نعم. زين ما دام انك قلت يا ابو احمد ان ممكن المهاجم يسيطر على الكرة معناته هناك كان خطأ لا بس اوكي كان لا في لا خطأ انت خلينا نتكلم كان في خطأ لا احنا لكن لا ما في خطأ بالنسبة نروح ام صلال آه ها 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 عطني الاحصاءات المباراة هذه ما عندي خطأ في اللعبة عطني احصاءات 24 23 ما في ترك اللاعب خور السلية ابو فهد مباراة عادية المباراة لا متوسط صعوبة ايه الحكم 7.5 اثر على المباراة 3-1 اي بالنسبة لك اي طبعا المساعد الاول 8.5 المساعد الثاني 8.5 ابو بدر مباراة متوسطة 8-5 8-5 8-5 ابو احمد المباراة متوسط الصعوبة الجميع 8.5 8.5 ابو بدر انت لما تمنعني ان انا احصل على الكرة والكرة جاية شنو الخطأ؟ المفروض ركلة جزاء ها؟ بس أنا ما منعته لا لا أنا ما قلت لك ركلة جزاء أي خطأ يمكن الكرة في خطأ في مرة أي مرة مكان خطأ في الملعب خطأ بالخطأ ها؟ خطأ أي ضربة حرة مباشرة ركلة حرة مباشرة صح ولا؟ ركلة تمنعني من الوصول للكرة أول شيء ركلة وليس ضربة ها؟ أدري إيه ركلة ما عليش يعني تمنعني من الوصول للكرة نعم. هني الحارس ما منع لا ما احترامي والله احترامي ما احترامي احترم كله اروح ام صلال والعربي احترم كله خطا للعربي آه اوكي عطنا الطاقم عطنا الطاقم خميس المري
يعطيك العافية كواري صاحب خبرة، خميس الكواري صاحب خبرة متميز خاصة من خلال خبرته صراحة، ويستخدم خبرته في التعامل مع اللاعبين في قراءة اللعب في التوقع. يعطيك العافية خميس. خطأ للعربي ينفذ بسرعة والحكم يطلب إعادة التنفيذ. أوبا بو فهد مشكور إنك قلت بو فهد. اللعبة هذه قبل شهر اختلفنا فيها على الهواء. ليش مشكور؟ طلبنا في المادة 5 تنفيذ الحكم يأمر بتنفيذ الخطأ من مكان الخطأ. هذا خميس كواري خبرته التحكيمية اللي قلت أنت عين عيد اللعبة. شوف الخطأ وين هني. زين راح لهم راح للمكان الخطأ. كمل 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 بالضبط. كمل بالضبط. شو التنفيذ وين أبو بلال؟ بالضبط بتنفذ في مكان غير مكانها. بالضبط خميس الكواري تعلم من الدروس السابقة. نفس الحادث هذا صار في مباراة العربي والسنية كابتن. خميس الكواري حكم متميز طبعا، وانا ايه؟ الوحيد اللي خالفت القرار وكلكم ايدتوه من ضمنهم انت يا بدر بلال. لا 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 لا, 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 لا انت الوحيد، انت الوحيد النادر. نادر ايه؟ طبعا انت النادر. اي نادر اي انا اقول لك اي بالنسبه لي انت الوحيد النادر والله. اوكي اوكي الله يحفظك. خميس الكواري القانون واضح، تلعب من مكانها والكره ثابته، لعبها مكان رجعها مكانها. القرار اللي خذاه صح. برافو خميس برافو. نعم برافو بزياده. نعم سقوط لاعب العربي داخل ال 18 ابو احمد. نشوف الدقيقه 45 سقوط لاعب العربي داخل 18. طبعا انا اعطيك القرار قبل كل شيء، التلاحم طبيعي. لاحظ تلاحم طبيعي ما بين الطرفين واستمرار اللعب هو الصحيح وقرار الحكم صحيح. ابو فهد شوف كل واحد ماسك الثاني. أيوة. استمر ما دام كل قرار لا استمرار اللعب. انا مع ابو بدر سمعت اللعب ابو بلال. استمرار اللعب ليش استمرار اللعب يعني؟ لان كل واحد ابو بلال استخدم اليد على الثاني. ما عليه لا معليش ما عليه. تعرف القانون شو يقول؟ قانون ابو بلال القانون شو يقول؟ اي شو يقول؟ اذا حكم اطلق صافته يسمى نسخات لان صار خطا مشترك. أيوه. الحكم الذكي بالضبط الذكي يستمر في اللعب صح. طيب سؤالي سؤالي نعم. انا معاك مع القانون اللي يقول الكلام هذه، اذا الحكم زين استعجل في الصافره استعجل الصافره هناك سقاط. نفترض الكوره هذه داخل خط الستة. حلو. وين تنحط؟ الإسقاط وين يكون؟ أيوة حلو. داخل خط الستة؟ لا. على خط الستة الموازي. ويفضل الموازي. الموازي ولا تخلي مشاهد المرمى الموازي. بعد على اليمين أو اليسار. الموازي. 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 خط الستة. اللي يا اليمين يا اليسار. لأنك عملت مصيبة. أشكرك. مصيبة ثانية. أشكرك. أشكرك. صحيح صحيح. عشان ما يعطي فائدة المهاجم ببلاط. ما يعطي فائدة المهاجم في منتصف المرمى. أشكرك. دقيقة 56 مطالبة تم إصلاح بركلة جزاء لمس يد ببدر. شوف ابو بلال نشوف الطبيعي او غير طبيعي اليد. شوف اللقطه ابو بلال. انا ما ابي اشوف، انا ابي اسمع قرارك انت. حطوا لي اللقطه. اي انا ابي اسمع قرارك انت. القرار استمر اللعب. أنا؟ يستمر اللعب لا توجد ركله جزاء، وضع اليد طبيعي. ابو احمد قرار استمرار اللعب اليد طبيعي. لاحظ اللعبه كان متحركه على الرجل. جيبها من البدايه. أيوه. ابي اول مركه اليد وين هي؟ جيبوها لها عاده بطيئه. أيوه. عشان لما اتكلم ممكن اروح معاكم ممكن اختلف معاكم. صحيح. نشوف لها عاده بطيئه. ابي اشوف اليد لاعب العربي اليمين هل تحركت بعد الركل؟ كمل 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 كمل. سؤال ضربت اي يد؟ اليد اليسار. زين اعلى اليد اليسار. حلو حلو كمل عند الذراع. تستمر اللعب لسبب. تعرف ليش مو بلال؟ لو ضربت اليمين ركلة جزاء. طبيعيه برافو عليك. سقوط لاعب مصلال داخل ال 18 دقيقه 90 ابو احمد. نشوف الدقيقة اللي هو 90 سقوط لاعب أم صلال. أول شيء القرار أنا أعطيك يجب أن تحتسب ركلة جزاء لأم صلال في هذه الحالة. ليش؟ أوكي. في مسك، في حصل المسك. لاحظ في زاوية أخرى بتجيب لك وإنذار أيضا. الإنذار ليش؟ لإيقاف هجوم واحد بالمسك. بالمسك ها؟ أي والله مو بلال. الإنذار هني ليش ركلة جزاء؟ من المساعد الثاني؟ قول من الإضافي. لا 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 من المساعد. إبراهيم مساعد إبراهيم محمد دوسري. دوسري إبراهيم الدوسري. الإضافي ولا مساعد أنت؟ والإضافي من؟ جمال حسين الثاني. إضافي بدي أعطيك. لاحظ أبو بلال. إذا هذه والله حتى ركلة جزاء. أعطيك القرار كامل. ركلة جزاء. وإنذار اللاعب ركلة جزاء. للهجم للهجم. النتيجة هني 3-0. نعم نعم. الوقت الضايع ترى. إيه هذه كانت آخر أبو فهد. المباراة متوسط الصعوبة الحكم أعطيه 8-4. أوكي. المساعد يوسف 8-4 والمساعد الثاني 8-4. ابو احمد متوسط الصعوبة اعطي الحكم انا 8.3. ايوه اعطي المساعد الاول 8.5، مساعد الاول 8.5، مساعد الثاني 8.3. وبعدين برا متوسطة 8.2 8.4 8.4 8.2. ليش في ركلة جزاء للمصلح؟ تمام. حكم الاسبوع الحكم الوحيد اللي ما عليه ولا خطا مؤثر في 6 جولات عبد الرحمن الجاسم. عبد الرحمن الجاسم الغرافه هو الوحيد اللي ما عليه شيء. صحيح في المونديالي كالعاده عبد الرحمن الجاسم افضل حكم في هذا الاسبوع.
إدارة موفقة وهدوء تام وما عنده ولا أي خطأ. ما عنده شيء. ست إنذارات في المباراة بطريقة. ثلاث إنذارات مني، ثلاث إنذارات مني ببلال. خطأ، أخطاء، احتواء كله ما شاء الله المونديال يا عبد الرحمن. الأمانة. يستاهل. يستاهل كل خير. نروح للديربي العراقي الزوراء والنفط. حكم الدولي العراقي علي صباح، أمير داود، مساعد أول خليل أو جليل. جليل الصيفي. جليل سيفي. صيفي. وناصر سنان حكم رابع. مساعد. أحمد كاظم ورواق ياسين حكم إضافيين والمقيم صباح قاسم. قاسم. نشوف اللعبة الأولى عندك يا أبو فهد. نشوف هنا عدم احتساب هدف بداية التسلل، نشوف هالقرار المساعد فيها صحيح التسلل، نشوفها بالعادة البطيئة حطت الكرة في الجول، بتشوفها عادة بطيئة وتمركز علي صباح، هذا التمركز اللي دائما احب مثال اشوف عينه متجه للمساعد. جليل صيفي. جليل صيفي لا تكب حكم الساحه منه. علي صباح. علي صباح. علي صباح. تسلل هي. خلاص تسلل. خلاص. خلاص انا قلت تمركز علي صباح اللي مثالي مواجه المساعد. شوف كلامي. برافو على المساعد وبرافو على تمركز علي صباح في اللعبه. تمام. الواضح. تمام. سقوط لاعب نفط داخل 18 ابو بدر. سقوط لاعب النفط داخل منطقه الجزاء دقيقه 21 ببلال. من هذه اللحظه ببلال استمت لا سوري هذه ركله جزاء فيكم على حارس يا جماعه مو مركزين لا لا مركزين في حاله ثانيه لمباراه الطلبه والزوراء في زوراء في زوراء خليك ركله جزاء الزوراء والنفط انا ركله جزاء صحيحه الحكم احتسبه ولا لا احتسب علي صباح ابو فهد والله انا بهالتفصيل ما اقدر اعطيك هذه ببلاش احمد هذه جزاء شوف الرجل شوف الرجل ما ادري يا اخي اليد على رجل اللاعب لا واضحه شكلها ركله جزاء بس ما في عاده ببلال يمكن رمى نفس اللاعب ركله جزاء انا اروح معاهم ركله جزاء لان قدم اليمين المهاجم قدم المهاجم صادت الكوره ويد الحارس صادت القدم قدم المهاجم علي صباح انا اروح معاهم ركله جزاء شك ركله جزاء للزوراء دقيقه 69 52 ابو احمد نشوف الدقيقه 69 52 ثانيه طبعا اعطيك القرار ما في ركله جزاء اللمس غير متعمد الكره اصطدمت بركبته ثم هذا قرار صحيح وما في شيء صحيح. ما في قرار ما فيها ركله جزاء ابو فهد ما ضربت الرجل راحت اليد شوف ضربت الركبه راحت اليد ابو بدر استمر اللعب هذه المباراه صعبه المباراه صعبه صعبه الحكم 7.5 ليش ركله جزاء للنفط وانتهت كم 2-2 2-2 نعم ابو احمد 8.5 7.5 8.5 8.5 صعبه 7.5 الحكم اي نعم ابو فهد اكيد ما في قرار مؤثر 7.5 ما دام 3 2 الزوراء والطلبه الحكم الدولي مهند قاسم مساعد اول مؤيد محمد حيدر عبد الحسين كرار عباس محمد سلمان وضياء جنديل والمقيم حازم حسين اهم شيء المقيم حازم حسين اهم شيء المقيم استاذ المقيم احد محللين برنامج الحكم متميز نشوف نروح للعبه الاولى اللي هي سقوط لاعب الطلبه داخل ال18 ابو فهد نشوف الدقيقه 27 ونشوف هنا السقوط ونتاكد من هل في مسك هل في دفع نشوفها بالعاده بطيئه اقرب لنا وتمركز الحكم بعيد مهند لان الكره مرتده عليه المفروض يفتح اكثر نشوف اللعبه الاحتكاك اللي صار بينهم في تصوير اقرب لي من البطيء عشان اعطيكم قرار فيها ونشوف يلا ابو فهد عاد عطني قرارك انا اشوف هنا في دفع انا اشوف احتكاك طبيعي صار في مسك ابو بدر ابو بدر انا الجزاء صحيحه للطلبه واحد يدفع ليش مسك من المدافع من اللي من الابيض الزوراء الابيض والازرق الطلبه المدافع مسك اي شوف في مسك ابو احمد الزاويه الثالثه ونشوف الناس عطنا المسك يا استاذ كابتن دراس في مسك نعم نبي نشوف المسك هذا الزاويه نفس لعبه ديك الساعه ثبت تشوف لو تلاحظ جيب لي لعبه ثانيه في وراها يعني وراها بالضبط وراها اللعبة. هذه ابو بلال شوف اللعبه شوف 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 المسك في مسك لا لا بل لا لا واستمرار لا لا. انا عارف استمرار ايه عارف يا حبيبي هذاك شوف على الازرق ومش شنو ابو بلال استمرار استمراريه في المسك يا عمي الازرق دافع قبل دافع الابيض قبل وين دافع الازرق اللي دافع شوف يده شوف يد الازرق هذا دفع قول لا اله الا الله انت قلت تراب يد الازرق وين راحت عند الدز شوفه بعد يدك حط يده يعني كل واحد استخدم يده يا عمي انا شوي استمرار اللعب وخلاص صح الدقيقه 32 شك لمس كره باليد على مدافع الزوراء ابو احمد نشوف الدقيقه 32 شك لمس كره باليد على مدافع الزوراء انا ارى ان اللمس ني متعمد من قبل اللاعب لاحظ ليش شوف خلي يعيد البطي شوف هو اليد شوف كيف اليد هي امتدت للكره
الكرة اليد هي اتجهت للكرة، شوف شوف، وليس كانت بوضعها الطبيعي، شوف شوف، لاحظ اليد من الأعلى إلى الأسفل تمنع الكرة من الذهاب إلى الأمام، فقرار ركلة جزاء يجب أن يكون. بو فهد والله شوف اليد نفس الوضع، لا نفس اللحظة، شوف اليد الحين قبل الكل، وين اليد قبل الكل؟ فوق فوق لحظة، فوق اليد فوق فوق اليد فوق، نزلت نزلت زين لحظة، المسافة 40 سنتي بين المنفذ، لحظة قول لي لا انت انت اعطيت جوابك، خلنا نتكلم انا. حاضر زين 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 زين، اسمع يا بدر خليك معاي، انا وجهت السؤال، انت ما تدخل، ما عليك زين تفضل. المسافة بين الراكن والمركول 40 سنتي، لما انا اركلها باليسار بالقوة هذه انا اشوف اليد لحد الحين طالع اليد من الاساس، انت شو تقول يعني؟ انا اقول استمر اللعب. أبو بدر، ركلة جزاء صحيحة للطلبة، شك لمس هذه أي أوكي. المباراة انتهت كم؟ بعد بعد بعد, بعد, بعد في لحظة في حال 79-20 أي شك لمس الكرة باليد على مدافع الطلبة أبو فهد، نشوفها كلها يد، كلها يد بحتونا باليد، كلها غلطكم باليد، خلينا نشوف. طبعا دي ضربة الجسم أو شو أتوقع، وتمركز مهند غريب من اللعبة، صحيح. نشوفها ضربة الجسم ثم ارتجت اليد، استمرار اللعب، برافو عليك، حتى اللاعب يبي يتحاشاها. ايه صحيح، نعم. وبدر سمعت اللعب في الجنب في اليد. اوكي الحكم، مباراة صعبة؟ صعبة ابو بلال. الحكم؟ الحكم 7.5. اوكي في ركلة جزاء. اوكي 8.5 8.5. ابو فهد مباراة صعبة، الحكم 8.5 جيد جدا، ولا في ركلة جزاء مباراة كلها. ابو احمد الحكم 7.5 ركلة جزاء لم تحتسب، 8.5 8.5. الديربي الكويتي العربي والسالمية، الحكم عمار شكناني، حمود السهلي، طلال الحبيب. سقوط لاعب العربي داخل 18 دقيقة 7:59 ثانية. أبو فهد نشوف هنا السقوط ونتكلم عنها، شوف تمركز المثالي دائما، هاي المثالي، عطني قرارك يا أبو فهد، معلش هذا لأن هذه لعبة مهمة ركلة جزاء، خلينا نشوف بالعادة بطيئة ونتكلم عنها، لأن سقط اللاعب بنشوف سقوطه، هل سقوطه في دخول من المنافس، تمركز الحكم قريب بنشوف. كمل كمل كمل، ايوه شوف دخول على شوف دخل على ساق اللاعب، هذه فيها اهمال وركله جزاء لم تحسب للفريق العربي. ابو فهد ابو بدر المفروض من عمار الشنان احتساب ركله حره غير مباشره على المهاجم والخطه في ساقه، هي تحدي المسافه شيخ، ما يصير ابو بلاد انت رايك يعني، خلينا نقول رايي، لا ساقه شايله في ساقه يا اخي، هو زعل يا اخي بدر، لا انا احترم راي نصعزي بس بدر شوفه اللاعب ما قطعت، انا ما قطعتك، شال ساقه يا ابو بدر، ما قطعتك انا، حول الله انت مو قلت لا قاطع احمد، ركله جزاء، ركله جزاء بيض وجهك ابو بلا تكفى ابو لا اذا سمحت، ما عندي وقت يا كابتن، انت قاعد انت هاوشون، شنو هو تهاوش كيف، انا قاعد اقول لك تحايل، هو يقول لك الجزاء كيفه، بس خلني اشرح حق الناس، هذه هذه حاله عندنا في الكويت، تفضل تفضل تفضل، عيد اخر اخر زاويه، عيد ابو فهد رجاء لا تدخل، شوف لا تدخل، قدم المدافع وين وقدم المهاجم وين، اوكي يلا عطني ركله حره غير مباشره وكرت اصفر محمد فريح، شوف قدم المدافع على الارض، شوف بلا كبرها بعد، شوف الثالثه كمل الثالثه، شوف قدم على الارض، شوف شو يعني القدم، قدم المدافع على الارض، ما في ما في اعاقه، شوف بلا تفضل انت، يلا يلا تفضل، شوف يلا شوف المهاجم شلون، اهمهم نقطه بالصوت ببلا طالع، شوف ببلا شوف ببلا طالع، وهذه اللقطه اوضح لقطه، شوف محمد فريح سوى دايفين قبل الكره، طالع يا ابو بلال، يلا اي والله صراحه اي والله والله اي والله انا ادري تروح، اي والله انا والله لا مالك دعوه، مالك دعوه، مالك دعوه، مالك دعوه، بعد تبي تبي والله العظيم ادري والله بعد تبي تبوق راي، اقسم بالله ادري بتروح، ها لا 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 تحل، اقسم بالله انك بتروح، لا تحل حتى لو خطا، لا تحل، انت انت عندك مشكله في المخ، لا عندك مشكله، والله عندك مشكله، تقلب علي والله، عندك مشكله تقلب علي لو انا، والله عندك مشكله انت، احنا زي محللين جزاء ما فيها شيء بالنسبه لي انا، انتم اللي تقولون، لكن انا داخل لا مع أخلان ولا أروح مع ذاك ولا فيها شيء، ولا فيها شيء، مع احترامي لك وحق بو أحمد، طبعاً لازم خطأ للسالمية جاء منها هدف دقيقة 22 و23، بو أحمد الدقيقة 22 و23 خطأ، الله يهداكم، أول شيء بس تعال ركلة جزاء، ركلة جزاء هذه، ايه والله ركلة جزاء داخل على ساقة، لا تحل الخطأ، قول بس لا تحل، الخطأ موجود أبو بلال، القرار صحيح من الحكم، قول لا تحلف، الحلفان مو بزين انت، بس انت ايه رحت انت تدري ايه المفترض يطلع اكثر من 20 مره 150 ريال 150 وايد حلف شايفه داخل بساقه، لا تحلف ايه لا تحلف، الله يحفظك، عندك عيال ايش فيك انت، لا تحلف بس استغفر الله العظيم، لا تحلف ديت روحك، الدقيقه هو هذه طبعا خطا موجود ابو بلال، موجود الخطا في خطا موجود ابو بدر
خطأ موجود وهدف صحيح. هدف صحيح. بو فهد. خطأ موجود طبعاً. أوكي. نشوف التنفيذ. تنفيذ كابتن. التنفيذ صحيح مباشرة في الهدف. ركلة جزاء للعربي. آخر شيء. بو فهد. نشوف هنا طبعاً. شوف دخول على الساق والحكم تمركز جيد. شوف اللاعب أيوة. إعاقة واضحة نفس الركلة الجزاء اللي قلنا عنها مسألة أبو أحمد هذه نفسها بالضبط. ركلة الجزاء هذه انحسبت بس هذيك ما انحسبت. هاي أنا مع الحكم ركلة الجزاء. لا دخل على الساق دخول على ساق اللاعب انا اقول ركله جزاء مبادر ركله جزاء صحيحه والدخول على القدم بالضبط. وليس الساق ابو احمد ركله جزاء نعم. شوف التنفيذ ركله جزاء سليمه اي نعم ما فيها نقاش هذه واضحه وتمركز الحكم اصلا متميز تمركز وهدوء عمار والتنفيذ صحيح تمركز كابتن تمركز والغراء شوف ما فيها اقول ايش قصدك ابو فهد ايش قصدك ترى عيب الكلام ابو فهد على الهواء ما يجوز الكلام ما يجوز الكلام ابو بدر اسمع شو يقول بدر ابو بدر اهدى ما قلت شيء اهدى ايش قال قول لي ايش قال هو يقول لك قول لي ايش قال شفت بدك فيه اقول قاعد شيء ما يجوز الكلام ما يصير لي يا جماعه صلوا على النبي يا جماعه تخش شوي بالالفاظ ابو فهد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اقول تشيد بالحكم ما قلت شيء لا لا انا اروح للوقت اروح للناس اللي جايه تكرم برنامج الحكم مازم خير ما ادري ما تخلونا تفضل اولاد تفضل نشكر السيد موسى عبد الرحيم عبد الرحمن البلوشي الملقب النزواني اللي اهدانا اهدى برنامج الحكم مصنع بركه للحكم والمحللين ابو احمد انت قول مو انت جايبها من والله يا ابو بلال هو طبعا يشيد دائما ويتابع برنامج الحكم اول شيء انا اشكره لانه يحتفل مع قطر ب 18 ديسمبر اي نعم ما شاء الله 18 ديسمبر وهذه الحلوة العمانية طبعا السلطانية نعم انا اشكرك يا ابو احمد شكرا لاخونا موسى عبد الرحيم وهو دائما يشيد فيكم ويتابع برنامج الحكم هو من الرياضيين المخضرمين ايضا طبعا له باع طويل وفي مجال اداره شو اسم المحل مالها هذا مصنع بركه للحلوه العمانيه مصنع بركه طبعا هو اتصل فيي وقال انا حاب اهدي برنامج الحكم بهذه المناسبه هذا الحلوى البسيط والله صراحه مناسبه من عندك مصنع بركه على طول اشتري من مصنع بركه يشيد فيكم جزاه الله خير نشكرك اخوي موسى صراحة تحياتنا لك ولجميع الأخوة في سلطنة عمان وكما ذكرت شكرا يا أبو أحمد شكرا يا أبو فهد شكرا وشكرا يا أبو بدر بس ما أعطيتوني رغم الحكم الكويتي كلامك صح ما شاء الله لك أنا بالنسبة لي 7.5 انتهى التعادل بسرعة 7.5 أبو بدر 8.7 8.7 7.5 7 ونص 8.5 ليش ضحك؟ ليش ضحك؟ في مثل يقول الختام لحبتك العين ما ضامك الدهر شلون يعني؟ هو يبي يمدح بأي طريقة الحكم الساحة بس خذك مني يبي يمدح حكم الساحة؟ إيه يسأل مديح الحكم يسأل مديح يا أخي أنا إذا ما أمدح ولد بلادي ما لا فيني خير لا أمدح على راسي إيه ما فيني خير على راسي يسأل مديح بس هاي ركلة جزاء ما حسب بس ليش قلت المثل هذه ما لا ينطبق في كل شيء إذا حبيتني دلعتني إذا حبني المسؤول دلعني إذا حبني الصديق دلعني إذا حبني الولد دلعني هذا هو حبتك الأي مضامك الدار ما يضيمك الدار لو شنو أبو بدر في مقولة مشهورة أبو بلال أحيانا عدم الرد حكمة والآن أصبحت كل الوقت عدم الرد حكمة والله والله صحيح أبو بدر يا أبو بدر أي تحياتي لزملائي المحللين أخواني المصورين نعتذر للمشاهدين إذا أخطأنا ولا صار شيء غلط على الهواء ما أدري أبو فهد أبو بدر أبو أحمد تحياتنا لعبد الرحمن الدلاور أبو طلال وحشنا الله يمسيه بالخير ونعم تحياتنا لحازم حسين ونعم محمد رحمن الزيد فريد علي سعد كمين صراحة كلهم الله يحفظهم لجميع الأخوة صراحة جاسم مندي أبو عبد الرحمن جاسم مندي أبو عبد الرحمن تاج على الرأس التحية موصولة لمخرج البرنامج شريف خيري ومعد البرنامج الأسعد الزموري أنا بصراحة خلاص تكيفت على أبو فهد تكيفت يعني ما صدق ينرفزك بعض الأحيان ولكن خلاص
صرت مثل الكنديشن الكنديشن عاد الكنديشن على الاول الاول اللي ما له اللي ما له اول ما له تالي ما له تالي جزاك الله تحياتنا الى اللقاء حياك الله